بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقه جديده من برنامج الاهلي الليله، ليله مباراه القمه، ليله مباراه القمه بين الاهلي والزمالك، لانها مباراه النادي الاهلي. فبالتاكيد بنبدا باسم النادي الاهلي. هذه المباراه ستقام على استاد برج العرب ان شاء الله في تمام الساعه الثامنه من مساء الغد بقياده تحكيميه لحكم مجري. بشكل عام دون الخوض في اي تفاصيل اخباريه او اخبار فنيه متعلقه بمباراه الغد، وبالطبع بالتاكيد الاهلي انهى الدوري في المركز الاول بفارق 5 نقاط عن الاقرب المنافسين، وما زالت هناك مباراه اخرى كمان تختتم غدا ان شاء الله بالنسبه لها في مسابقه الدوري العام. حلقتنا النهارده حلقه مهمه جدا، لان حلقه جايه قبل مباراه القمه ب 24 ساعه. النهارده معانا ضيوف مهمين، الفقره الاولى اللي بتشرف بهذا الحوار في البرنامج. بالتاكيد معايا الكاتب الصحفي الكبير الناقد الرياضي الاستاذ اسامه السويسي. استاذ اسامه منور ومشرفنا في قناه النادي الاهلي، واهلا بك في بيتك. ربنا يكرمك يا محمد. انا اللي سعيد ان بكون في بيتي، اول ما بكون متواجد في مصر بحس ان انا في بيتي ومطرحي. ومرحب بيك وبكل مشاهدي قناه الاهلي، والف مبروك الفوز ببطوله الدوري رقم 41. حلقه جايه في توقيت مهم جدا، لان احنا هنعمل فلاش باك عن المرحله السابقه والتتويج بالمسابقه اللي هي تعتبر المسابقه الاغلى في السنوات الاخيره، وهنتكلم بالطبع على مباراه القمه بالغد. عندنا ملفات كتير عايزين نناقشها معاك، لكن اولا مباراه الغد اولا شايفها ازاي؟ والله قبل ما ابدا الكلام على مباراه الغد، بس حابب ان انا اولا ان انا اهدي درع الدوري 41 اللي هو البطولة الملاكي زي ما بقول عليها. الناس بتقول البطولة المفضلة للنادي الأهلي، لا، هي البطولة الملاكي للنادي الأهلي اللي بيفوز بيها المرة 41، وأقرب المنافسين 12 لقب، محتاج أكتر من ربع قرن علشان يقرب من رقم النادي الأهلي. والنادي الأهلي لو عملنا نسبة لعدد مرات الفوز بالبطولة الدوري هنلاقيه إن هو متصدر عالميا. بهدي اللقب دوت للروح الدكتور خالد توحيد الله يرحمه، اللي وفاته المنيا وهو ساجد بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى، وهو بيؤدي عمله مخلص في خدمة الكيان النادي الأهلي. رئيس قناة الأهلي الأسبق ربنا يرحمه ويغفر له ويجعله من أهل الجنة، بهديله الدرع دوت مخصوص لي. وعايز أقول إن الدرع ده تحديدا انا عاصرت 30 درع من ال 41، يعني انا من 74 وانا متابع بطوله الدوري، فعاصرت 30 درع من ال 41. شايف ان ده فعلا هو الاغلى، الدرع الاغلى السنه دي، لانه اتحقق رغم صعوبات كبيره وبعد ريمونتادا تاريخيه. الريمونتادات اللي احنا بنشوفها بتبقى في المباريات، لكن الاهلي عمل اغلى واقوى ريمونتادا على مدار الموسم. لما تكون انت في بدايه الموسم ولاعب 7 مباريات بس والمنافس لاعب 13، وكل المواقع وكل الصحف بتقول ان الفرق بينك وبين الاهلي بين الزمالك المتصدر وبين الاهلي صاحب المركز الاخير 21 نقطه، والكلام اللي احنا مش يعني الكلام الكتير اللي حصل في على مدار الموسم، كلمه السر كانت في الموسم ده جمهور الاهلي، جماهير النادي الاهلي، جمهور الاهلي. طبعا نرفع القبعه لمجلس اداره النادي الاهلي على الجهد اللي عمله، نرفع القبعه للجهاز الفني، نرفع القبعه للاعبين، لكن انا شايف ان جمهور الاهلي هو كلمه السر كان في الموسم ده تحديدا. لان الموسم ده كان الاصعب على النادي الاهلي من كافه الاتجاهات. جمهور الاهلي كان اهم واقوى درع وسيف للنادي الاهلي رغم غيابه عن المدرجات، لكن كان على مستوى الحدث في موسم استثنائي النادي الاهلي تعرض فيه لابشع انواع الضغوط والمخططات والحروب، واتصرفت مليارات عشان تحرم النادي الاهلي من بطوله الدوري دي تحديدا. جمهور النادي الاهلي ما غيرش مبادئه رغم الاغراءات الشديده اللي كلنا عارفينها، وناس كتيره غيرت مبادئها. جمهور النادي الاهلي رفض الاساءه لمجلس اداره النادي الاهلي ولرموزه وللنادي وللعيبه، واعتبر ان الاساءه الرمز من رموز النادي الاهلي اللي هو الكابتن محمود الخطيب دي اساءه لكل فرد مشجع من ملايين جمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي ادرك سريعا ان في مخططات، وعرف ان المحاولات في محاولات جاده لتقليبه على مجلس اداره النادي الاهلي، وان في محاولات من بعض العناصر والاعلام بنقول عليه الاعلام اللي شارب شاي بالياسمين، انه عايز يعمل فتنه بين الاهلي وبين جمهور الاهلي وبين مجلس ادارته. لكن الحمد لله جمهور النادي الاهلي كان عنده من الوعي،
اللي يخليه يقف حائط صد منيع ويكون نقطة تحول منح المجلس إدارة النادي القوة إنه يرسخ مبادئ النادي الأهلي. لولا جمهور النادي الأهلي وقفته وخلف مجلس إدارة النادي الأهلي ما كناش هنقف المشهد ده والصورة دي وهينتصر مبادئ النادي الأهلي في النهاية. جمهور النادي الأهلي السنة دي عمل نقطة تحول تاريخية، أنا شايف إن هي دي ملحمة حقيقية. لما النادي الأهلي خسر من صن داونز 5-0 في مباراة الذهاب في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، دي كانت نقطة الانطلاقة. شوف اللي حصل في مباراة العودة. مباراة العودة الملعب فل، الأهلي فاز 1-0 بس وخرج ودع البطولة. المشهد متذكر المشهد بعد المباراة كان عامل ازاي؟ هو المشهد الوحيد كان مشهد الجمهور الدوري يعني. كان هو ايوه كان هو ده هو ده الجمهور، لما اللعيبة حست ان جمهورها حاسس بيهم واقف معاهم ومقدر ظروفهم ومقدر الضغوط اللي اتعملت عليهم ومقدر ان هم كانوا بيلعبوا 72 ساعة ومقدر ان هم كانوا بيطلعوا من برج العرب على جنوب افريقيا في اقصى القارة يلعبوا بعد 3 ايام ويرجعوا يلعبوا بعد 3 ايام ويلعبوا بعد كده مباراة قمة في 3 ايام ويلعبوا ماتش الاتحاد بعدها في 3 ايام، كل 72 ساعة كان النادي الاهلي بيلعب كده. تمام، المشهد ده كان علامة فارقة في الموسم الحالي. اللي حصل من جمهور النادي الأهلي والرسالة اللي قدمها لعيبة الأهلي حسوا بالمسؤولية وكان عليهم رد الجميل وكانوا عند حسن الظن والمسؤولية. جمهور النادي الأهلي مفقدش الثقة رغم ان الفارق كان بيوصل 14 نقطة. ده ليه؟ لان جمهور النادي الأهلي عارف التاريخ كويس، عارف ان النادي الأهلي من يضحك اخيرا يضحك كثيرا. فعنده ثقة لا محدودة فيه، والثقة دي بتترجم على اللعيبة. اللعيبة لما تعمل كامباك بالشكل ده على مدار الموسم مش سهلة ومش طبيعية، وده الفرق بين النادي الأهلي وبين الآخرين. علشان بيقول لك بطولة الدوري هي بطولة النفس المفضلة. وبطولة النفس الطويل. ليه؟ لأن الأهلي عارف تقاليدها وعارف أعرافها. النادي الأهلي لما كان هو بيبقى الوضع معكوس وبيبقى النادي الأهلي هو اللي فارق بعشرة نقط او بثمان نقط وتيجي تتكلم مع حد في الجهاز الفني او الجهاز الاداري او حتى اللعيبه يقول لك ايه، لا احنا مش البطل ومش هنحتفل دلوقتي، احنا هنحتفل لما يكون فرق النقاط مع عدد المباريات اكتر خلاص يبقى انا كده اتحسمت، انا بطل الدوري، انا ممكن افرح. ده حصل معانا لغايه حتى ليله مباراه المقاولين، مليون في المية كل الشواهد بتقول خلاص الاهلي بطل الدوري، لكن احنا اتعاملنا حتى اعلاميا وحتى الجماهير اتعاملت بالمنطق ده، قالت لا يا جماعه نصبر بس نعدي الاول مباراه المقاولين ونحتفل بقى الاحتفال الكامل. واحنا قلنا ان دي رساله 90 دقيقه تساوي كتير قوي. هي منظومه يا استاذ اسامه. ايوه هي منظومه مش 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 مجلس اداره وكيان ومقرات ولعيبه واجهزه فنيه وقواعد بيتوارثها الاجيال، لا منظومه جماهيريه كمان. جمهور النادي الاهلي على مستوى النادي الاهلي نفسه، على مستوى الكيان، يعني تعرض لاستفزازات طول الموسم من مسؤولين ومن اعلاميين ومن صحفيين ومن ناس كبار قوي تعرضوا استفزوا جمهور النادي الاهلي، ومع هذا كان جمهور النادي الاهلي منضبط جدا وتركيزه ان هو يدعم الاداره، يدعم اللعيبه، يدعم الجهاز الفني، يدعم، رغم ان كان في محاولات غير طبيعيه للتشكيك في كل دول. فزت بالدوري وحققت اللقب رقم 41، وكل اللاعبين سواء السابقين او حتى الحاليين بياكدوا ان البطوله دي بطوله اغلى. سواء الكابتن وائل جمعه، الكابتن سعد محافظ كمدير للكوره، كل نجوم النادي الاهلي السابقين الكل بياكد على ده. طيب الجزئيه الاهم في الفتره اللي جايه ممكن تبني على ده ازاي للمرحله القادمه عشان تفضل ماشي بنفس خطى النجاح اللي انت وصلت ليه؟ ميزه النادي الاهلي عموما انه لما بياخد بطوله بيقفل صفحتها ويفكر في بكرة. ويمكن انت تابعت الاحتفالات بتاعت لعيبة النادي الاهلي وجهازه الفني وقال لك احنا عندنا خدنا الدوري خلاص حققت الاكبر، لكن عندي مباراة يوم الحد، عندي مباراة مهمة رغم انها تحصيل حاصل لكن هي مباراة مهمة لان دي مباراة القمة. مباراة القمة بغض النظر عن اي اعتبارات هتفضل مباراة قمة تاريخية وليها قواعد وليها وتملي نقول ان مباراة القمة لا تخضع لأي معايير. مباراة القمة حالة اللاعبين في يوم المباراة هي اللي بتحدد مين صاحب اليد العليا في التسعين دقيقة. وعلشان كده يعني بص انا اقول لك على حاجة،
افتكرتها دلوقتي حالا. ليا صديق اسمه محمد سيف. محمد سيف والده اسمه سيد محمدين سيف. ده راجل اتوفى ليله ماتش المقاولين العرب. الله يرحمه. الله يرحمه ويغفر له ويسامحه. عارف كان سبب الوفاء ايه؟ فرحته الطاغيه ان النادي الاهلي فاز بالدوري ده، رغم ان هو شهد بطولات غير طبيعيه للنادي الاهلي، مش بطوله دوري بس، لا ده خد شاف برونزيه كاس العالم، وشاف بطوله دوري ابطال افريقيا والسوبر والانجازات غير طبيعيه، لكن احساسه ان البطوله دي غاليه جدا، الراجل قاعد يحتفل ويفرح واخر كلام على لسانه على حسب محمد ابنه ان هو نفسه ان الموسم يتوج بالفوز على الزمالك. فانا بقول للعيبه النادي الاهلي فرسان الفانيلا الحمراء يا ريت يكون ختام الموسم رائع زي ما اسعدتونا باللقب البطوله الاغلى، ونهدي الفوز دوت لروح الفقيد سيد محمدين سيف. استاذ اسامه، انت بادئ الحوار بمشاعر طيبه جدا، وانا على المستوى الشخصي اولا مبسوط ان انا بعمل معاك هذا الحوار، لانك مش ناقد رياضي ولا كاتب صحفي، لا بالعكس، يمكن احنا لما بدانا حتى في مجال الصحافه تواجدنا وانت كنت موجودين جيل كان سبقنا، مش هكبرك شويه بس بكذا سنه. ربنا يديك طول العمر والصحه يا رب. محمد انت بالنسبه لي انت اخ عزيز قبل اي حاجه يعني. رب. لكن شفناكوا ازاي وانتوا حتى بتشتغلوا في الاعلام وبتشتغلوا في مهنه النقد الرياضي، ازاي بتبقوا لا يعني برضو محبين للنادي الاهلي وشايفين السلبيات ممكن ازاي تعالجها وتتكلم عنها بايجابيات عشان تتصلح، ولما بتشوف حاجه ايجابيه في النادي الاهلي بتتكلم عليها، والابرز من كل ده كمان جمهور النادي الاهلي، التواصل ما بينكم ومع جمهور النادي الاهلي، حلقه الوصل دي كلها، المنظومه دي كلها، اكيد ده سبب النجاح للنادي الاهلي بشكل عام. والله شوف، قبل ظهور السوشيال ميديا كانت التواصل موجود، بس طبعا مع الاختلاف، يعني التواصل كان موجود ازاي؟ لان كان النادي الاهلي هو البيت بتاعنا اللي بيجمعنا كلنا، انت بتبقى موجود في التمرين، بتحضر التمرين، بتجري حوارات مع اللعيبه، بتجري حوارات مع الجهاز الفني، بتاخد اخبار، فانت وجودك انت قاعد وسط الجمهور حقيقي، فانت حاسس بيهم ومتابعهم. السوشيال ميديا سهل الموضوع دوت، بقيت انت بيوصل لك نبض الجمهور وانت في اي مكان. مظبوط. انت في بيتك، انت بره، انت في امريكا، انت في اي حته في العالم، انت نبض الجمهور واصل لك اول باول، فحاسس بيه. وبعدين انا تملي بقول ان اهم اسلحه النادي الاهلي هي شعب الاهلي. بالظبط. جمهور الاهلي. جمهور الاهلي هو اللي بيدي القوه لمجلس الاداره، للاجهزه الفنيه، للاعبين، للمدربين، لكل حد. حتى الاعلام الاهلاوي اللي انا بعتبر نفسي واحد منه، وما بنكرش ده لاني الحمد لله بتعامل باصول وقواعد النادي الاهلي، ان انا بدافع عن النادي الاهلي وبدافع عن الكيان دون الاساءه للاخرين. بالظبط كده. فيعني بس علشان الناس تبقى عارفه القواعد. عارفه القواعد، انت دافع عن النادي بتاعك وما تحطش المنافس في جمله مفيده يعني. بدون مناسبه يعني. انت تحطه ليه في جمله؟ انت دافع عن كيانك وعندك اللي انت تهتم بيه، وده الفرق بين النادي الاهلي وبين الاخرين، النادي الاهلي تركيزه على بيته. بيركز على بيته عشان كده بينجح، عكس الاخرين اللي بيبقوا باصين للاخر وبيحاول يصدر لك مشاكل ويتكلم عليك اكتر ما يتكلم عن نفسه. خليك في نفسك، شوف مشاكلك، شوف عيوبك. صح. هو ده اللي حصل، هو ده النادي الاهلي اللي حصل. النادي الاهلي حصل فيه هزه، حصل فيه كبوه، وحصل فيه مشاكل، وحصل فيه اصابات، وحصل فيه غيابات، وحصل فيه دروب. النادي الاهلي قفل على نفسه، شاف احتياجاته، مجلس الاداره دعم الفريق، اجرى تغييرات في الجهاز الفني، اللعيبه قعدت مع بعض، التفت حوالين شعار النادي الاهلي، اتطبق الشعار اللي احنا بنقوله دايما اللي هو الاهلي فوق الجميع، اللي للاسف البعض بيحاول ياخده لسكه تانية ان الاهلي فوق مصر، لا الاهلي فوق الجميع، فوق جميع ابنائه. ده يا جماعه قلنا ده دستور داخلي داخل جدران القلعه الحمراء، مصلحه الاهلي اهم من مصلحه كل ابناء النادي الاهلي اللي بينتموا ليه. ما قلناش انه طالع بره، لا، نقول ان هو مصلحه النادي الاهلي اهم من رئيس النادي كابتن محمود الخطيب، اهم من الساده اعضاء مجلس الاداره، اهم من اعضاء لجان النشاط الرياضي، اهم من الاجهزه الفنيه، اهم من اللعيبه، اهم من الجمهور، والجمهور عارف ده كويس. بالظبط. جمهور النادي الاهلي هو الجمهور نفسه بيرفع اللافتات في الملاعب، الاهلي فوق الجميع. هو ده بالزبط. هو ده عارف ان مصلحه الكيان اهم من مصلحته هو الشخصيه، بس هي دي بمنتهى البساطه يعني. طيب ندخل بقى في التفاصيل الفنيه، هل حسم النادي الاهلي للمسابقه
ممكن يؤثر على نتيجة مباراة الغد أو شكل مباراة الغد، ولا المباراة ليها حسابات خاصة؟ مؤكد طبعا أن أنت لما هتدخل المباراة وأنت بطل الدوري غير لما هتكون محتاج تعادل أو محتاج تفوز أو محتاج هتدخل مباراة متوتر تحت ضغوط تحت كذا، لكن أنت خلاص حسنت الدوري، فالمؤكد أن أنت هتدخل بأعصاب أهدى، هيبقى أدائك ما لهوش ضغوط، فالمفروض أن الطبيعي أن أنت تقدم أداء أفضل، مش هتبقى متسرع، مش هتبقى مستعجل، مش هتبقى محطوط تحت ضغط ان انت لازم تسجل بدري او تجيب اهداف بدري او زي المباريات اللي فاتت. انت بتلعب كل المباريات اللي فاتت دي تحت ضغط ان انت عايز تسجل، عايز تخلص من المهمه، واخد بالك؟ فهو ده مباراه الاهلي والزمالك بغض النظر عن الحسابات، قلنا مواقع ومراكز الفرقتين، لكن هي مباراة بطولة خاصة. اللي فايز فيها بيعتبر ان هو حقق انجاز غير طبيعي. يعني بالفعل نطلق عليها مباراة بطولة خاصة، لكن مش المسمى التاني اللي هي مباراة مهمة تاريخية، لا هي بطولة خاصة. لا، ما هي مش هتأثر حاجة في التاريخ، يعني انت الاهلي الاول والزمالك التاني، خلاص اتحسم الموضوع بالزبط. والاتنين هيروحوا دوري ابطال افريقيا السنة الجاية، وغيرهم هيروحوا الكونفدرالية، والمسألة محسومة. لكن هي مباراة ذات قيمة اللي هي الكلاسيكو في كل العالم، فهو ده الديربي كمان علشان الاتنين من نفس المحافظة، فالديربي ده مباراة احنا يعني. بس اللي يخليني حزين جدا ان الديربي اللي هو الاشهر والاقدم والاعرق في الوطن العربي والشرق الاوسط وافريقيا يقام في حضور 18 او 15 مشجع من هنا و15 مشجع من هنا، عدد اللعيب اكتر منهم، يعني دي حاجة تحزن حقيقة. يعني انا دلوقتي هقول للسادة المعلقين، ممكن بعد اذنكم تقولوا لنا التشكيلة بتاعت جمهور الزمالك والجمهور الاهلي، زي ما هتقولوا لنا تشكيلة الفرقتين في الملعب والبدلاء، لانه هيبقوا اقل. طب فكرة ان المباراة بتقام بهذا الشكل لتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، ده كان تصريح صدر من اتحاد كرة القدم والقائمين على ادارة الاتحاد في التوقيت ده. تكافؤ الفرص اي تكافؤ فرص يا محمد؟ اي تكافؤ فرص؟ هو انت لما تقول ان هنا 5000 وهنا 5000 مش تكافؤ فرص؟ على السنة المباراة الاولى كانت مباراة الزمالك اتلعب بدون طيب جماهير. اوكي طيب ماشي، وجمهورات الاهلي. طب وهو ما انت لما هتقول هحضر من هنا 5 ومن هنا 5، من هنا 8 ومن هنا 8، من هنا 10 ومن هنا 10، مش ده جمهور، ده جمهور زمالك وده جمهور اهلي. ايه اللي يهمك الشكل العام؟ ايه القضية؟ وبعدين انت لسه طالع من بطولة كأس الأمم الأفريقية، حاجة قمة الفخر والتوهج والحضور الجماهيري والإبهار، كانت إبهار. فأنت ليه تحرم الناس من كده يعني؟ وخاصة إن أنت خلاص دلوقتي بسم الله ما شاء الله عندنا الأمن حاجة بقت محترمة جدا، وبرهن على الكلام دوت في كأس الأمم الأفريقية في 24 منتخب، والاستادات في بعض المباريات الاستادات كانت فل، وتم السيطرة عليها بنظام محترم متطور تكنولوجي رهيب. فايه المانع ان احنا نرجع الجمهور بقى؟ لان ديربي القمة والمدرجات خاوية، يعني بتحس ان انت يعني صمت القبور. ترتيب اهميه مباراه الديربي في مصر تراجعت للاسف في السنوات الاخيره. ما بيتصدر وكان في المقدمه. ما هو طبيعي دلوقتي انت لما تيجي تتفرج على الديربي السعودي، الهلال والنصر او الاتحاد والاهلي، حاجه تانية. شوف ملعب عامل ازاي خالص. لما تروح تونس تتفرج على الترجي الافريقي او الصفاقسي والنجم الساحلي، اما تروح المغرب تتفرج على الوداد والرجاء، لما تروح الجزائر وفاق سطيف مع شباب القبائل، لما تروح اي حته حتى السودان لما تتفرج على المريخ والهلال، الوضع غير. طيب هنكمل حديثنا عن مباراه القمه، ولسه عندنا تفاصيل واخبار كتيره، حكام مباراه القمه، تسليم الدرع، كل دي الملفات هنتكلم فيها، لكن اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل متواصلين في حديثنا مع الاستاذ اسامه السويسي الكاتب الصحفي والناقد الرياضي. اهلا
اهلا وسهلا بيكم مره تانية بعد الفاصل، ويمكن طبعا معانا مجموعه من الاخبار قبل ما اتواصل في حديثي مع الاستاذ اسامه السويسي الناقد الرياضي والكاتب الصحفي. يمكن شباب منتخب مصر لكره اليد خسر من منتخب فرنسا بنتيجه 35-33 في مباراه دور النصف النهائي لكاس العالم للشباب في مونديال اسبانيا. للاسف يمكن دي اول خساره لمنتخب الشباب، وخسر وخرج من المباراة دور نصف النهائي ليلاقي الخاسر من لقاء كرواتيا والبرتغال في المركز الثالث والرابع واللعب على الميدالية البرونزية. طبعا للأسف خسارة جاية في توقيت يعني المنتخب كان ماشي بشكل كويس جدا طول البطولة ومحقق النتائج متميزة في الدور الأول، حتى فاز على المنتخب الفرنسي في بداية دور المجموعات، لكن قدر الله وما شاء فعل عملوا أداء متميز جدا. نبني على ده، والمنتخب ده إن شاء الله معظمه اللي هيكون معانا في 2021 عندما تستضيف مصر كأس العالم للكبار إن شاء الله بعد سنتين من الآن. خبر آخر متعلق بمباراة القمة بين الأهلي والزمالك غدا، ومفاجأة بالنسبة لنا بعد ما كانت قال إن حكم مكسيكي أو حكم أرجنتيني، النهاردة اتحاد الكرة فاجئنا عبر موقعه الرسمي وقال إن الاتحاد المجري وافق وتم إرسال أسماء الحكام اللي هيديروا مباراة الغد. طاقم دولي مجري بقيادة فرانس كاراكو، حكم ساعة يعاونه كل من شتيفان أولبرت والمساعد الثاني بولاش بوزاش والحكم الرابع أدم فوركش. طبعا لجنة الحكام يمكن في سياق الخبر قالت إن هي قد خاطبت ثمانيه اتحادات أوروبية، إلا إن هذه الاتحادات اعتذرت لبدء الحكام معسكرات إعداد خلال الفترة الحالية، وده بالتأكيد بيضع استفسارات كتيرة جدا على هذه الجملة تحديدا مع الحكم اللي جاي اللي هيدير مباراة الغد. في تفاصيل أخرى وفي كلام مهم، لكن بالتأكيد أرجع من جديد للناقد الرياضي والكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أسامة السويسي. أستاذ أسامة، يمكن هارد لك لمنتخب الشباب لكرة اليد، خسر من فرنسا، كنا نأمل الوصول النهائي لكن قدر الله وما شاء فعل، ونبني على بقى النتائج اللي حصلت المره دي في البطوله. زي ما انت قلت ان المنتخب دوت قدم عروض غير طبيعيه، ذهب الى نقطه بعيده. صحيح احنا فزنا بالبطوله سنه 93 قبل كده، لكن المنتخب ابهر الجميع واكد ان كره اليد المصريه مستقبلها خير. كان نفسي بس الناس ما تركزش معاهم، كان يسيبوهم كده ماشيين في الدره لغايه لما يرجعوا البطوله، بس هي اللي حصل خير الحمد لله وقدر الله وما شاء فعل. بالنسبه للخبر الثاني بتاع طاقم تحكيم مجري وفيكتور فرانسو كاراكو، مش ما ينطبقش عليه نفس الموضوع بتاع المعسكرات الاعداد وكده، ولا ده حكم ثاني لوحده؟ ما هو فعلا الجمله في نهايه الخبر غريبه، يعني بعد ما تم اعلان اسم الحكم والطاقم وكانت اللجنه قد خاطبت 8 اتحادات اوروبيه، الا ان هذه الاتحادات اعتذرت لبدء الحكام فيها معسكرات اعداد. طيب لو اعتبرنا ان المجر مش من ضمن معسكرات الاعداد، معسكرات الاعداد، طب جايب ليه الاخ ده اللي هو عليه شبهات وعليه مشاكل وعليه كذا وتصنيفه سي؟ طيب تصنيفه مشاكل فنيه، مشاكل فنيه في الدوري المجري، الدوري المجري والصحافه المجريه اتكلمت كتير. طيب ليه ما جبتش رقم واحد في المجر؟ طالما جبت من المجر، طالما من المجر وهينطبق عليه نفس الكلام اللي هينطبق. فيكتور كاساي حضر هنا في القاهره وادار مباراه القمه قبل كده اكتر من مره وكان اكتر من رائع. ايه اللي يخليك ما تجيبش فيكتور كاساي وتجيب الاخ ده؟ حد يا ريت حد يجاوبنا، انا بس عايز نفسي حد يجاوبنا. ليك تعليق على حكام السنه دي اللي جم؟ ايوه هو ده. انت ليه بتجيب الناس اللي هي دوليين، بس دوليين ايه؟ يعني زي الاخ ده ما قدرش ولا مباراه في دوري ابطال اوروبا تمهيدي بس، في الدور التمهيدي بس. طيب يعني هو ده يعني يعقل ان ده يصنف فئه اولى كحكم دولي؟ لا، ده تصنيفه تحت، تصنيفه سي، مش من حكام النخبه. ده سؤال موجه للكابتن وجيه احمد رئيس لجنه الحكام، يا ريت يجاوبونا. يعني حتى كل الاخوه، كل معظم الحكام اللي جولنا الدوري السنه دي يعني بصراحه عليهم علامات استفهام، ليه انت جايب دول؟ هل ده توفير للنفقات؟ لان الحكم اللي انا عرفت معلومه ان الحكم الفئه الثالثه بياخد مبلغ اقل من الحكم الفئه الاولى. معقوله؟ حكم النخبه ليه سعر مختلف. طب وانت ليه ما تجيبش، انت طالما انت كده عندك النيه ان انت تجيب حكم، طب ما تجيب بس حكم. التكلفه كام يا استاذ اسامه؟ يعني ايه التكلفه؟ حاجات بسيطه يعني، هو لو وصلت التكلفه ل 15000 يورو ايه المشكله؟ ولا في اي مشكله، إيه المشكلة؟ في فلوس هتفرق ايه من 15000 من 7000 يورو يعني؟ بس انا اجيب حكم يبقى على قيمه المباراه وعلى قيمه البطوله. انت جبت حكام لماتشات كتير جدا السنه دي كان عليهم علامات استفهام كتيره، ادائهم والاخوه المحللين في الفضائيات قال لك ان هم بيرتكبوا اخطاء اكتر من الحكام المصريين. طب ايه الميزه؟ لا، الاضافه كمان يا استاذ اسامه في سياق حديثك
انت لما بتجيب حكم اجنبي انت بتجيب حكم اجنبي اعلى من اللي عندك. ما هو ده الطبيعي. عشان اللي عندك لما يتفرج يستفيد. ما هو ده الطبيعي. لا بتحقق ده ولا بتحقق ده. ما هو دي طب ما هو ده علامة الاستفهام. يا ريت حد يقول لنا ليه ده تحديدا. اهو السؤال اهو السؤال يا جماعه، ليه جبتوا الاخ فرانس كاراكو ما جبتوش الحكم المجري رقم واحد فيكتور كاسات؟ طالما المجر طالما كان مستعدين. ما هو المساله واحده. هو قالها كده في ساق جملته ان في 8 اتحادات اوروبيه رفضت وتم الاتفاق على طاقم تحكيم مجري. اذا الاتحاد المجري عنده حكام جاهزين. وهي افريقيا مش عندها حكام جاهزين؟ الامريكا الجنوبيه ما عندهاش حكام جاهزين وهم لسه مخلصين. هم لسه مخلصين كوبا امريكا، وحتى امريكا الشماليه والكونكا كاف ما لسه مخلصين الكاس الذهبيه. ايه المشكله؟ لا والغريب الحكم كمان المكسيكي اللي جه هنا على فكره دار مباراه الاهلي والمصري صح بالظبط كان ممتاز جدا. ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ وحسب المصادر كمان كان في اكتر من حكم دولي سابق وناس قريبه الصله من لجنه الحكام كانت قالت ان خلاص بالفعل حكم مكسيكي اللي هيدير مباراه. يا سيدي الفاضل انت ليه تحط نفسك تقترب من الشبهات؟ ليه حكم على ده انت اكتب اسمه على جوجل. شفنا النهارده كلنا فيديوهات اخطاء كارثيه في ضربات جزاء ترجيحيه وحاجات ما بتتحسبش اصلا، وطرد الحارس الشهير بشكل غريب جدا وكل الصحافه بتتكلم عليه. طب ليه ده وليه مش فيكتور كاسا؟ ايه المبرر يعني؟ بس وربنا يستر. و36 سنه ربنا يستر. يعني حكم صغير السن خبراته مش موجوده. انا بقول لك ربنا يستر ويعدي المباراه على خير ان شاء الله، وده اللي نامله باذن الله، لان تجارب الحكام من النوعيه دي مش للاسف الشديد مش. بس السنه دي علامات استفهام يا استاذ اسامه على موضوع الحكام اللي جم كلهم السنه دي كلاس سي كله بلا استثناء. وده عمل في او ده عمل فيك ايه؟ عمل في حكامك ايه؟ عمل في حكامك اهو بطوله الامم الافريقيه وماتش نهائي افريقيا عندك مشاكل مع الحكام المصريين وبعد ما كان حكامك مصنفين. عندك ثلاث حكام اداروا ثلاث مباريات كل واحد فيهم ادار مباراه، ووجهات جريشة رقم واحد ادار مباراه الثالث والرابع عشان بطوله في مصر الثالث والرابع مباراه تكريميه. طيب هو ده اسمه كلام؟ انت سمعتك بقى شكلها ايه لما بقيت انت تجيب حكام لاكثر من عدد الحكام المصريين؟ طيب يا سيدي اوكي في مباريات حساسه هتلعب، لكن مش كده. طيب انا اطور المنظومه ازاي؟ اشوف المشاكل اللي بيعانوا منها، اشوف لجنه الحكام دي كيف تدار، اشوف الحكام اعمل لهم هيبه وكرامه. الحكام دولت قال لهم يا عصام يا فتاح انت فاجر انت قابض انت وحكامك. الكابتن عصام عبد الفتاح كان بيرد لما الكابتن سيد عبد الحفيظ يطرح اسئله يقول ليه فلان ما بيجيش او ليه فلان ما بيحكمش، بيطرح اسئله طبيعيه. لكن اتقال له الكلام التاني ده؟ طيب اتهم في ذمته واتهم في شرفه واتهم حكامه ان هم قابضين وفجره وما ردش. طيب حكم زي بكره هتبقى حاطط ايدك على قلبك والمباراه تعدي بسلام يا رب. ربنا يسترها. انا ما اعرفهوش، كل اللي اعرفه عنه انه حكم لا حكم اي مباراه في دوري ابطال اوروبا ولا في الدوري الاوروبي ولا في دوري امم اوروبا، وكان كل رصيده السنه دي مباراتين في التمهيدي، وتقييمه في الدوري المجري السنه دي ضعيف وتقييمه في وعليه مشاكل وعليه مشاكل ممكن الصحافه المجريه منه تقييمه مش كبير تقييمه مش واصل حتى لدرجه المتوسط. تخيل انت بقى ليه ايه المبرر يعني؟ ايه المبرر يعني؟ طيب نرجع تاني للمباراه يا استاذ اسامه، وفكره ان الجهاز الفني يتعامل نفسيا مع اللعيبه فايزه بدوري وواخده بطوله بعد موسم طويل، ويمكن موسم مش 10 شهور ولا 9 شهور، لا ده سنه ميلاديه اللي حوالي 10 ايام او اسبوعين. دوري جملي بمعنى صح. لكن بعد كل الاحتفالات دي الجهاز الفني يتعامل نفسيا ويقول للعيبه لا لسه عندنا مباراه اخرى. فكره تعامل الجهاز الفني نفسيا مع الجزئيه ده، وانت بالتاكيد كصحفي وكناقد رياضي لما بتتلقى تصريحات بالمعنى ده وجهه نظرك او تعليقك عليها بتبقى عامله ازاي؟ والله عايز اقول لك ما تقلقش يا بيه. ما تقلقش يا بيه. لان في وجود اسد الكيان سيد عبد الحفيظ على راس الجهاز الاداري للفريق الاول لكره القدم. زي ما بيقولوا بالمثل البلدي، حط في بطنك بطيخه صيفي يا رب. لان سيد عبد الحفيظ بسم الله ما شاء الله احد اسباب نجاح النادي الاهلي في ادارته لشؤون الكره في النادي الاهلي، وتسلم الملف في توقيت حرج جدا ونجح ان هو يوصل لبر الامان وحقق المطلوب بذكاء وبروح ابناء النادي الاهلي.
حقيقي. فما تقلقش على ما تقلقش، والجهاز اللي معاه بسم الله ما شاء الله، واضح ان فتره المعسكر الاسباني دي عملت انسجام ما كنا محتاجينه ان احنا ناخد نفسنا الوقت رغم مش يصبح قبل كده، رغم ان احنا ما كناش بنطالب ان احنا نكمل الدوري اللي بعد. سبحان الله، يعني عسى كلام النادي الاهلي كله صح، عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. اللي كان عايز هو اللي خسر، اللي كان عايز ومصمم هو اللي خسر. لا، ناس مؤثرين، وفي العكس انت اللي استفدت، وانت اللي حصل عندك تناغم وحصل عندك تقارب وحصل عندك كذا، وانت اللي حسمت. طيب اكتمال الصفوف ده شيء ايجابي لمباراه بكره، معاك رمضان، معاك وليد ازارو، حمدي فتحي رجع، في اكتمال او شبه اكتمال الصفوف. هو تملي، احنا كنا بنقول كده على النادي الاهلي دايما، النادي الاهلي عنده فرقتين والفرقتين على نفس المستوى، ودي بنعتبرها من المشاكل اللذيذه. مشكله لذيذه ان انت يبقى عندك في المكان الواحد اثنين واحيانا ثلاث لعيبه. لما يبقى عندك في حراسه المرمى ثلاث اربع لعيبه جاهزين، لما يبقى عندك في خط الدفاع اكتر من لعيب جاهز، لما يبقى عندك في قلب خط الوسط اكتر من لعيب جاهز. هي القصه كلها ان الجهاز الفني بقى بقياده مارتن لاسارتي بقى عنده الفرصه ان هو يشوف كويس وخد نفسه وما بقاش عليه ضغوط، فبالتالي هتبقى عنده الحريه في ان هو يتحرك في اختيار التشكيل المناسب والافضل ان شاء الله، ويعدي لبره الامان. هل المباراه ممكن تكون مباراه مفتوحه فيها اهداف، ولا المباراه هتبقى لا فنيا مغلقه؟ والله ما اعتقدش، ولا في دوافع عند الفريقين؟ الاثنين عندهم دوافع، لان قلت لك هي في حد ذاتها بطوله. الزمالك عايز يكسب الاهلي علشان يقول انا كسبت البطل، وان انا ما طلعتش من الموسم بلا حمص يعني. والنادي الاهلي عايز ياكد جدارته وعايز يسعد جماهيره، لانه عارف ان المباراه دي تمثل لجمهور النادي الاهلي كتير جدا. طيب، ان جمهور الاهلي منتظر المباراه دي على احر من جمر. ايه اللي كنت تتمنى تشوفه في مباراه بكره؟ في مباراه بكره فنيا ولا لعيبه بشكل ولا عام؟ يعني تشوف فنيا مين اول حاجه؟ كنت اتمنى اشوف جمهور. انا اول حاجه، والحاجه الثانيه اتمنى اشوف الدرع. اتمنى اشوف الدرع. هو مش دي اخر مباراه في الموسم؟ مظبوط. طيب ايه المشكله ان انا لما 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 يتسلم الدرع للنادي الاهلي اللي هو البطل؟ يعني هو احنا المثل المصري بيقول لك في بعد العيد ما بيتفتش كحك. طب هو الدوري هيخلص بكره، طب هروح استلم الدرع فين؟ الدوري الانجليزي كانت اخر مباراتين بيحددوا البطل، يعني لسه ما تحددش. كان لسه اخر منافسه بين مانشستر سيتي وليفربول. مانشستر سيتي بيلعب في ملعبه مع برايتون، وليفربول بيلعب بره ملعبه مع وولفرهامبتون. طيب الاتحاد الانجليزي عامل ايه؟ النسخه الكوبي راحت ملعب وولفرهامبتون الكوبي، النسخه الاصليه اللي هي فايز بيها مانشستر سيتي موجوده في ملعبه، تمام، بحيث انه لو مانشستر سيتي اتعثر وليفربول كسب هيدوله النسخه اللي يحتفل بيها وسط جمهوره وهو عرقان. يعني انت عارف يحس بقيمه جهده. بيقول لك اعطي الاجيره حقه قبل ان يجف عرقه. هو ده، هي دي التتويج للعيب اللي هو وهو بيلعب في ارض الملعب عرقان وخلص البطوله وفرحان بمجهوده، يستاهل انه تحتفل بيه، يستاهل انه ياخد جايزته في المكان ده، مش استنى لغايه لما اعمل حفل واستنى مش عارف ايه. ليه المبرر؟ وخاصه ان مفيش حاجه في اللائحه تجبر الاتحاد ولا تجبر الكاس. بس هي دي النقطه بقى. دي النقطه، الفرق بيننا وبين الناس في اوروبا ان تسليم الدرع او تسليم الكاس في المباراه الختاميه مكتوبه في اللائحه منصوصه. فبالتالي ما بتديش فرصه هنا للاهواء الشخصيه. طب انا عايز اقول لك على حاجه، احنا ضربنا مثل دلوقتي بالدوري الانجليزي. طيب انا كنت في الامارات من 2007 ل 2012، تمام، لما بداوا الدوري المحترفين، نسخه اول نسخه من دوري المحترفين، وصلت المباراه النهائيه الجزيره، الاهلي بينافس الجزيره. الجزيره هيلعب مباراه في عجمان مع عجمان، ضيف على عجمان، والاهلي هيلعب في ملعب الشباب اللي هم دلوقتي اندمجوا بقوا نادي واحد. بس الاهلي بيلعب في ملعب الشباب. الاهلي والجزيره دي في اماره دبي وده في اماره عجمان. لجنه دوري المحترفين في اول سنه عملت ايه؟ حطت الدرع في طياره هليكوبتر
حط، ما انا بقول لك انا حاجه حضرتها اهو، حطت الدرع في طياره هليكوبتر، الطياره الهليكوبتر الماتش هنا مين اللي بطل؟ تتحرك تنزل في الملعب اللي هو البطل في البطل. وبالفعل الاهلي فاز على الشباب 3، نزلت الطياره في ملعب نادي الشباب وخدوا الدرع والاهلي احتفل في الملعب وسط جمهوره. ايه المشكله؟ ايه القضيه؟ ايه المشكله؟ مفيش تفسير. طب ما هو تفسير ازاي لما انت، ما هي دي المشكله يا استاذ محمد. المشكله في ايه؟ ان انت 2015 ديت من كام سنه، من 4 سنين النادي الزمالك خد الدوري صح؟ اه مظبوط. اخر مباراه كان بيلعب مين؟ طلائع الجيش. طلائع تمام. مش السلم الدوري فيها في الملعب؟ ايه القضيه بقى؟ ايه المشكله يعني؟ ايه المشكله ان النسخ اللي وراه الاهلي يفوز فيلعب اخر مباراه يسلمها يعني؟ ايه المشكله يعني؟ المشكله ان هي مع الزمالك المنافس، بالعكس دي حاجه كويسه ان اللعيبه يبقى في بينهم روح رياضيه واللعيبه تسلم على بعض، ولو اتعمل ممر شرفي تبقى دي حاجه راقيه جدا زي ما بيتعمل بين ريال مدريد وبرشلونه. ايه المشكله يعني؟ طيب افضل من كل ده عشان نبعد عن الاهواء ما تتحط في اللائحه مثلا. هو مش دلوقتي لائحه لجنه المسابقات للموسم الجاي زي ما اتحضرت لائحه شؤون اللاعبين اللي فيها كلام كتير هيتقال؟ طيب حتى لو انت كنت عايز تعفي نفسك من الحرج، طب ما هو مباراه المقاولين معروف ان هي هتحدد البطل صح؟ بس يعني جرى العرف ان المباراه الاخيره. ايه المشكله؟ لا ايه المشكله؟ ايه المشكله ان انت كنت تسلم الدرع للعيبه عشان مش منصوص عليها في اللائحه يا استاذ زيما؟ لا هو بيقول لك ايه، انا هقول لك السبب ايه. يقول لك اصل الدوري ما كملش، اصل ممكن الاهلي ينسحب مثلا من ماتش الزمالك، اي ظرف من الاسباب، من المباراه الاخيره وما يكملش الدوري فما بقاش البطل. يا اخي برضو ده كلام يعني، انت لما تيجي تفترض حسن النيه، ما تفترضش سوء النيه. هو مش هيحصل، هو ده بيحصل. لا طبعا، ما احنا عندنا تاريخ. البطوله بدات من 48، بس نبني عليها صح عشان ما يبقاش الموضوع متعلق بالاهواء الشخصيه او اراء او وجهات نظر غير يعني غير منطقيه. طبعا تتحط في اللائحه، واحنا لسه بنحضر لائحه المسابقات للسنه الجايه زي لائحه شؤون اللاعبين اللي اتحضرت فجاه كده وطلعت لنا بدون ما اي حد كان عارف ان في لائحه طالعه النهارده، او بدون حتى اجتماعات مع الانديه. وده اللي كان الاتحاد قاله في اخر بيان ليه قبل بطوله الامم الافريقيه، قال لك هيبقى في اجتماعات للانديه وورشه عمل عشان لائحه شؤون اللاعبين ولائحه المسابقات، وطلعت شؤون اللاعبين بدون ما الانديه تقعد ولا حتى يسمعوا مقترحات الاهلي في اللائحه. طب لائحه المسابقات لسه بتتحضر، يتحط فيها بند يبقى اجباري بقى على اي حتى مسؤول مين ان في نهايه المسابقه البطل بيستلم الدرع. طب كويس ان انت طرحت موضوع اللائحه وكده، لان موضوع اللائحه ده كمان عليه علامه استفهام كبيره جدا يعني. طيب قبل ما نتكلم في موضوع لائحه شؤون اللاعبين عشان ما نخرجش بره مباراه الاهلي والزمالك، معانا تقرير صوتي بيتكلم على مباراه الاهلي والزمالك، مباراه القمه، مباراه تاريخيه طبعا، مباراه فيها تفاصيل كتير ومباراه فيها اهداف حاسمه، ودايما كده الاهلي في مباراه القمه ليه قصص وحكايات. نخرج لهذا التقرير ثم نعود الحديث مع كاتبنا الصحفي الكبير والناقد الرياضي الاستاذ اسامه السويسي. اتمنى ان فيها كره قدم جميله، وبالتاكيد الاهلي بيختم المسابقه وهو بطل الدوري ويستحقها عن جدار. استاذ اسامه، الاهلي بيختم المسابقه ومباراه القمه مع الزمالك ويستحقها عن جدارة بالفعل. مليون في الميه طبعا. لما تعمل الريمونتادا دي على مدار الموسم فانت تستحق ان احنا نرفع عليك القبعه. لكن انا شايف في نغمه كده طالعه ان الاهلي ما فازش بالدوري، لا الزمالك هو اللي فرط. طب ما تيجي نقلب الايه. طيب ما هو في الدور الاول، طب ما هنقول بقى ان الزمالك اتصدر لان الاهلي هو اللي فرط. مش كده ولا ايه؟ يعني المساله يعني ما هو لو المنافس فرط ما انت ممكن تفرط بس انت بتكسب. طب ما هو طبيعي. وبعدين انت لما تعمل الكامباك ده دي حاجه تحسب لك مش تحسب عليك انت بقى. بغض النظر انا شايف المنافس مش شايفه، دي حاجه تانية. ولا احنا كنا بقى عايزين النادي الاهلي يفضل في المنطقه الدافيه والكلام اللي ملوش لازمه، اللي ملوش اي منطق من الاعراب. بس ميزه الاهلاويه بقى ان هم وهم بيتحفل عليهم يعني ولا كانوا شغلين دماغهم ولا كانوا بيبصوا، كان كل تركيزهم على فرقتهم. وعمل تحدي يعني. انا اقول لك على حاجه، تصريحات حسام عاشور. فاكر انت لما الاهلي فاز على المصري وصعد للقمه اول مره السنه دي، جمهور الاهلي قال ايه؟ قال احنا نحتفلش بالقمه، احنا بنحتفل بالبطوله بس. مظبوط. هو ده الفرق. جمهور الاهلي واعي وعارف، بحتفل بالبطوله بس. مش بحتفل بصداره مؤقته ولا هقول للناس لو هفك الشوق اطلع لي لفوق والكلام دوت. لا لا لا، الاهلي بيحتفل بالدرع لما يبقى الدرع في ايده كده وماسكه كده. ده الاهلي ولاعيبته وجمهوره. وده اللي فرق ما بين النادي الاهلي واي حد تاني، اللي عند الاهلي مش هتلاقيه في حته تانيه. للاسف بعض الاخوه اللي بيدعوا الحياد
اللي بيدعوا الحياد يجي يقول لك لا اصل الاهلي انا راجل محايد بس الاهلي مش ما يستحقش لانه الزمالك هو اللي فرط في البطوله والزمالك هو اللي ماشي مدربه والزمالك هو اللي يا سيدي طب ما الاهلي ماشي مدربه بس في الدور الاول طب ما الاهلي فرط في نقط كتير طب ما الاهلي خسر من المقاولين في الدور الاول طب ما الاهلي تعادل مع طب ما الاهلي كذا طب ما هي انتوا بس منظوركم ايه يعني ايه منظور ايه منظور الحياد ده اللي انتوا يعني معلش يعني ويطرحها وتلاقي الاستوديو يقول لك هل الاهلي هو اللي فاز بالدوري واستحق ولا الزمالك اللي فرق يعني برضه ده كلام بس يعني التاريخ هيقول ايه ماشي ما الاهلي فاز بالدوري رقم 41 وعمل كومباك تاريخيه وعمل ريمونتادا تاريخيه في الموسم ده علشان كده بنقول ان الدوري ده هو الاغلى ده الرائع كمان يا استاذ اسامه وانت بتتكلم في قصه ايه في قصه الريمونتادا انت ممكن تختتم الدوري وانت فايز على اقرب منافسين ليك يا رب باذن الله يعني باذن الله, الله باذن عن الله. المركز الثاني ب 8 نقاط والمركز الثالث ب 10 نقاط يعني اي حد مثلا كده من بره مصر ما تابعش الدوري من اول لغايه اخره ويجي بص في جدول الدوري لا الاهلي مثلا 80 نقطه والثاني 72 والثالث 70 قال لك كده ده ما فيش منافسه ما هو الاخير بقى فين الاخير اللي كان مهدد بالهبوط مش كده بقى فين اللي بقى السادس اللي بقى السابع اللي بقى الثامن اللي بقى يطلع لغايه لما ركب وما بينزلش هو ركب بقى فكره المانشيتات دايما اللي كانت دايما مجله الاهلي بتكتبها من سنين وبقت خلاص مترسخه في كل عقول الاهلاويه الاهلي ركب الدوري دايما بتتقال انت بتصدر للمنافس خلاص الاهلي ركب الدوري فاز بالدوري وفعلا بتطبق السنه دي بشكل كبير وبعدين جدا. الميزه بقى ان انت والله العظيم يا جماعه الميزه في النادي الاهلي انه ما بينظرش للاخرين النادي الاهلي بينظر لنفسه بينظر لنفسه بس وده سر النجاح يعني ما بيقعدش يركز في ان هو يصدر حاجات وان هو يلعب الناس نفسيا وانه لا بيركز على نفسه وده سر نجاحه النادي الاهلي بيشوف عنده مشاكل ايه ويحاول يصلحها مش الاخرين اللي هو شايف باصص لك انت بس باصص لك انت بس وشاغل نفسه بيك انت بس طب ما انت هتفضل شاغل نفسك بيا مش هتشوف مشاكلك مش هتشوف عيوبك لا بص لنفسك وبص لظروفك وعالجها هترجع وده الفرق بين النادي الاهلي النادي الاهلي لما بيخسر بطوله بيبص اللي جاي خلاص بشوف السلبيات اللي حصلت ايه واحاول اعالجها وده اللي بيعمله مجلس اداره النادي الاهلي على مدار التاريخ ده اكبر تحدي السنه دي بعد بطوله افريقيا كان عندك تحدي تاني خالص لمصالحه الجماهير ولو بجزء بسيط يا سيدي الريمونتادا دي شهدت ان رئيس مجلس اداره النادي الاهلي بياخد قرارات وبيعمل صفقات وهو داخل غرفه عمليات طب عايز ايه مثل تاني عايز ايه عايز مثل تاني الروح الفانيله الحمراء اكتر من كده ايه صح يعني عايز مثل تاني للروح الفانيله الحمراء والتضحيه من اجل الكيان ده رئيس الهرم فما بالك كل المشجعين نفس الروح كل الجماهير نفس الروح كل اللعيبه نفس الروح حسام عاشور الناس بتحتفل بيه ازاي حسام عاشور الرمز زعيم المخلصين فلا الوضع مختلف معلش احنا في مكان تاني بعد الحمد يعني لله الحمد لله يعني الحمد. ودي نعمه طيب كنا بنتكلم قبل التقرير الصوتي عن لائحه المسابقات واللوائح المفروض تطبق الفتره القادمه وقلنا فرصه والمسابقات بتتحضر للسنه الجايه نحط بند تسليم الدارع في نهايه المسابقه طيب برضو كان في تعديلات في لائحه شؤون اللاعبين وبعض الامور اللي حصلت في استعداد الموسم الجديد هل لك تعليق او تابعتها في الساعات الاخيره هو انا تابعت للاسف الشديد هو مين اللي حط اللائحه دي محدش عارف هو فين اتحاد الكره ومين اللي بيدير اتحاد الكره دلوقتي اللي بيدير اتحاد الكره السيد ثروت سويلم صح طيب مع كامل الاحترام ليه ايه طبقا للائحه هو اللي بيسير عمل إيه الاتحاد انتخاب مجلس اداره جديد اوكي وانت بتسير امور الاتحاد بتحط لائحه تحدد مصير انديه طب مش تتكلم على الانديه دي لما انت تجبر الانديه ديت على انك انت تلغي مسابقه اللعيبه دي هتروح فين اللي اتلغت مسابقتها 97 98 وايه ميزه ان انت تبقى تقول لي ان الانديه ليها اعاره خمس لعيبه فقط مين المضار من كده المضار من كده انديه بعينها ومين اللي مستفيد من كده انديه بعينها طيب ايه المبرر ده بيفكرني بحادثه حصلت في 2012 لما اتحاد الكره ما كانش موجود وكان في رئيس مؤقت اللي هو السيد عامر حسين السيد عامر حسين رئيس لجنه المسابقات تولى رئاسه اتحاد الكره بشكل مؤقت بعد الظروف اللي حصلت في الموسم دوت وغير اللائحه بصفته رئيس لجنه المسابقات واعتمدها هو بصفته رئيس اتحاد رئيس اتحاد اللائحه دي تسببت في نجاة احد الانديه من الهبوط للدرجه الرابعه وهو قال كده بلسانه
هو ايه يا جماعه، هو احنا ايه الكلام ده؟ مش هيحصل، مش يعني مش هيحصل اصلاح في اتحاد الكره الا اذا اتحاد كره القدم، مجلس اداره اتحاد كره القدم تفرغ للمنتخبات الوطنيه والمسابقات من الدرجه الثانيه الى الادنى، ويدير اللعبه دوري المحترفين اللي هو دوري المحترفين الفئه الممتازه والفئه اللي تحتها الدرجه الثانيه، لا الدرجه الممتازه اللي هي الممتاز بيه اللي هو الممتاز بيه بالزبط. دول يديرهم لجنه محترفين بيشتغل فيها ناس متفرغين بمقابل، مش متطوعين، مش متطوعين، بيشتغل الصبح في شركته الخاصه او في وظيفته ايا كانت، وبيشتغل بعد الظهر عضو اتحاد كوره، وبيشتغل بالليل محلل في الفضائيات، صاحب بالين كداب، فما بالك صاحب ثلاثه؟ لا، وحتى علشان اعرف احاسبه وما بيبقاش عنده اي ضغوط تاني، وما بتبقاش الجمعيه العموميه اللي هي 200 وشويه هي صاحبه القرار الاول والاخير. كل اجاباتك دي جاوبت على السؤال كنت اساله، كيف ترى مستقبل كره القدم المصريه؟ هو ده، طبق دوري محترفين، والكلام ده انا قلته هنا في قناه النادي الاهلي 2009. يا بعد 10 سنين، من 10 سنين قلته هنا، كان مع الزميل عمرو شاهين وكان في وجود زميلي الكبير الاستاذ خالد كامل، كنا قاعدين في قناه الاهلي، وقلت يا جماعه انا معايا لائحه بتاعه الاتحاد الاسيوي باللغه العربيه، المعايير لتطبيق دوري المحترفين، اللي جاي كله دوري محترفين، ليه احنا كمصر ما نبادرش ونكون احنا اول دوله في افريقيا تطبق دوري المحترفين، ومعايا المعايير واللي من السهل جدا تتطبق هنا. لكن ده للاسف الشديد المساله فيها اختلاط الحابل بالنابل، العضو اعضاء الساده اعضاء مجلس اداره اتحاد الكره هم اللي بيديروا كل حاجه، هم المسؤولين عن التسويق، هم المسؤولين عن الحقوق، هم المسؤولين عن الرعايه. المساله ايه؟ زيتهم في دقيقهم كده وفي شويه لخبطه. لا لا، افصل الكلام ده، لا هات لجنه دوري المحترفين ناس بتشتغل بمقابل ومتفرغه، هتعمل لائحه اللاعبين، هتعمل لائحه محترفه ومتفرغه، ومتفرغه، وبيكون كل نادي فيه ممثل، كل نادي فيه ممثل، ولما تحط لي انت لائحه لما يحطها هو انت اللي مشارك فيها، فبالتالي هتلتزم منها، هتلتزم باي حاجه، باي عقوبه. ده الغريب يا استاذ اسامه، في ساعه ازمه مباريات الدوري، وللاهلي دايما الحمد لله طلعت كلمته صح في موضوع اللوائح السنه اللي فاتت، ودخل في اكتر من موضوع، وفي الاخر كلمه الحق هي اللي انتصرت في الاخر بفوز، يعني النادي الاهلي فاز بالدوري، لكن كل كلمه قالها في اللوائح هي اللي حصلت، سواء في القيد الافريقي، في القيد المحلي، نهايه المسابقه. لكن كمان اتحاد الكوره لما كان قبل بطوله امم افريقيا قال لك ايه؟ هنحضر لوائح شؤون اللاعبين، وهنحضر لوائح المسابقات بالمشاركه مع الانديه. لائحه شؤون اللاعبين طلعت قبل الانديه ما تشارك فيها، ولا حطت فيها بنود غريبه يعني، ولا اي حاجه. ما انت مالكش لازمه، انت بص، المساله مساله اهواء للاسف الشديد، اهواء. ده حصل تعديل على اللائحه يوم الجمعه، جمعه اجازه، اللي هو اللي بيطلع فيه البطاقات المؤقته، يعني انت مثلا الخميس طلعت اللائحه، ايوه اللي بيطلع تاني يوم، مش هو ده الاتحاد اللي طلع بطاقات يوم الجمعه؟ طيب تاني يوم ما انت في الاخر فزت بالدوري. طيب تاني يوم الجمعه، النظر ده انا بص الملف كبير، انت لو عملت انت ممكن تعمل مذكرات، الملف كبير، مجلدات على السنه. خلينا كده ايه، خلينا نتكلم في المستقبل. يوم الجمعه تاني يوم عمل تعديل، قال لك لا، غير من ال 97 3 ومن الاجانب 2، بس خد بالك السنه اللي بعدها لو انت عندك 7 اجانب هيبقوا 3، او هو ما قالش عدد، هيبقى اقل من كده. تمام، والشمال افريقيا هتحطه سنه واحده، لكن هترجعه تاني. والعقود اللي انا كاتبها مع الاجانب دي، يعني العقود دي بعد كده هيبقى حر، يبقى انا استفدت ايه كانديه؟ انا استفدت ايه كانديه؟ ما هو انت بتجبرني ان هو السنه اللي بعدها هيبقى حر، ماليش حاجه عنده، يعني انا خسرت ماديا وخسرت فنيا، لعيب افرض لعيب مثلا انا معتمد عليه وكذا، وبرمجت نفسي على كده. يا ما هي مشكله، انت لما بتيجي تحط البنود بتراعي ايه؟ لو بتراعي مصلحه الكره المصريه يبقى ده كلام تاني. وتقنيه الفار، فاكر انت عارف مين اللي هينفذها في الموسم الجديد؟ الاتحاد الموريتاني. طيب الاتحاد الموريتاني، رئيس الاتحاد اسماعيل ولد احمد. انت 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 طبعا كلنا تابعنا منتخب موريتانيا والانجاز اللي عمله طبعًا. طيب انت الراجل رئيس الاتحاد دوت عمل ايه؟ بدا الحصاد، لانه زرع من كذا سنه، من كذا سنه عمل خطه واستراتيجيه، عمل خطه واستراتيجيه، وهيطبق الفار السنه الجايه، وهيطبق الفار. بقى شكلك انت ايه بقى كمصر رائد الكره في القاره، ها، ومش عارف تطبق الفار، ومش عارف تعمل لائحه، وهو تطبيق الفار دوت كارثه يعني، مطبق في مصر في البطوله،
طيب يعني عندك دلوقتي 6 ملاعب جاهزه، وايه المشكله؟ بص المشكله في ايه؟ المشكله ان التحكيم هيفضل زي ما هو حتى لو جبت فار. ليه بقى؟ لان تطبيق تقنيه الفار ده بيعتمد على حاجتين. الحاجه الاولانيه العنصر البشري، العنصر البشري برضو موجود، لان العنصر البشري بيتحكم في النقل، في النقل في اللعبه اللي بتتعاد، النقل التلفزيوني، التصوير، زوايا التصوير. زوايا التصوير يا ناس يا محترمين، يا اخواننا يا مخرجين، يا بتوع التلفزيون، اللي بيبقى الماتش شغال والكره، وتلاقي المعلق يقول له عم عايز اشوف الكوره، انت رايح في المدرجات ليه؟ ما لا، لازم تبقى ناس محترفين بجد، لازم تبقى. واحنا عندنا الكفاءات، والله عندنا الكفاءات، بس تركز في الشغل، بس ما تركزش في الالوان ولا في الحسابات ولا في اي حاجه تاني بره الملعب. يعني هي المساله بسيطه جدا. يعني متفائل بكل الحاجات اللي احنا كده اتكلمنا فيها دي؟ متفائل في اللي جاي؟ والله تفاؤل حذر، تفاؤل حذر، لانه لغايه دلوقتي مفيش حد اتحاسب. بمعنى ان حصلت مصايب في مونديال كاس العالم في روسيا 2018، وخرج الوزير اشرف صبحي على صفحته وقال في حساب عسير لكل المقصرين، كتب كده على فيسبوك. السيد هاني بوريده رئيس اتحاد الكوره عمل مؤتمر صحفي عالمي وقال ان في مقصرين حصل في البطوله، وفي حساب للمقصرين. وانا كنت متصور مثلا ان ابسط الناس اللي هيتحاسبوا مدير المنتخب اللي سمح بالفوضى وبالفنانين ورجال الاعمال ان هم يدخلوا الملعب ويوصلوا لغرف اللعيبه والكلام دوت، تمام؟ ما حدش اتحاسب، ومدير المنتخب فضل هو في كاس الامم الافريقيه، تمام؟ وحصل ضرب كبير في كاس الامم الافريقيه، وللاسف ما فيش كلام على ان في نيه للحساب، نيه للحساب. يبقى النادي الاهلي باذن الله بطلا شامخا في مسابقاته المحليه، وان شاء الله الاستعداد الجاي للفتره في البطوله الافريقيه، وان شاء الله نشوف بكره مباراه قمه متميزه الاهلي يقدر يكسب بيها، يكسب المباراه ويختمها بشكل جيد. ودايما كده الكلمه العليا تبقى للنادي الاهلي في الدوري العام ان شاء الله باذن الله. محمد سعيد، ان انا اسعد يا ريس بالساعه اللي كنت معاك فيها دي، ومع جمهور النادي الاهلي الحبيب بنقول لهم الف مبروك تاني، وان شاء الله بكره نبارك لكم في الفوز بالمباراه القمه البطوله الخاصه بتاعتكم. استاذ اسامه السويسي الكاتب الصحفي والناقد الرياضي، شرفتني ونورتني، واهلا بيك في بيتك في قناه النادي الاهلي، ودايما منورنا كده، واجازه سعيده ان شاء الله في مصر. شكرا جدا. شكرا جزيلا. فقره كانت مهمه جدا مع كاتب صحفي كبير بالتاكيد سنوات طويله جدا موجود داخل منظومه العمل الاهلاويه، تحديدا في منظومه الاعلام، وبالتاكيد ليه اراء فنيه واراء تحليليه في الاخبار والموسم الطويل الشاق اللي كان مر بيه النادي الاهلي هذا العام. لكن بالطبع مباراه بكره، مباراه الاهلي والزمالك، مباراه ذو طابع خاص، مباراه قمه. الاهلي فاز بالدوري، لكن اكيد الجهاز الفني بيتعامل مع هذه المباراه بحسابات خاصه عشان يختم الشكل الموسم بشكل جيد، يستلم الدرع ان شاء الله، لما لا يستلم الدرع في نهايه المباراه ان شاء الله، او حتى بعد كده ان شاء الله تكون في حفله كبيره جدا لكل قطاع كره القدم في النادي الاهلي على الموسم الطويل الشاق اللي قدر يحقق فيه نتائج متميزه، وموسم استثنائي في جميع درجاته وفي جميع نتائجه وفي جميع مبارياته. لكن ان شاء الله اللي جاي كمان هيبقى افضل وافضل، احنا بنستعد لموسم جديد، بنستعد لمباريات افريقيه بعد حوالي اقل من 12 13 يوم، وان شاء الله دايما باذن الله كلمه الاهلي عليا ورايه الاهلي دايما عاليه باذن الله. بعد الفاصل ما تروحيش بعيد، زميلي العزيز عمر ربيع ياسين مع الكابتن حماده مرزوق نجم النادي الاهلي الاسبق وصاحب تاريخ كمان في مباريات القمه واطلاله فنيه على مباراه القمه الغد بين الاهلي والزمالك. شكرا والى اللقاء. اهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مكملين معاكم في الاهلي الليله والفقره الحواريه. لسه كلامنا اكيد على مباراه القمه بين الاهلي والزمالك رقم 118، ان شاء الله تكون قمه زي ما احنا قلنا، قمه في الروح الرياضيه والسلوكيات والاخلاقيات. معنا واحد من نجوم النادي الاهلي اللي هنتكلم معاه عن مباراه بكره، وهو يعني غيره نجم من نجوم النادي الاهلي، هو مشرف عام على اكاديميات النادي الاهلي الكابتن حماده مرزوق. كابتن حماده برحب بحضرتك. اهلا بيك كابتن عمر، ودايما موفق ان شاء الله باذن الله. الله يخليك كابتن حماده. دايما اهلي وماتشات اهلي وزمالك بيكون ليها حسابات خاصه، بيكون ليها كلام مختلف، لكن كابتن حماده مرزوق كان واحد من مفاجات القمم. يعني حضرتك مباراه القمه الشهيره اللي حضرتك اكيد فاكرها، كابتن حماده كان واحد من النجوم اللي كانوا مفاجاه في التشكيله وفي المباراه بشكل عام. هل حضرتك شايف ان ممكن بكره يكون في بعض المفاجات في لقاء القمه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. لا انا شايف ان مفترض ان الامور بقت باينه وامور بقت مستقره. مفترض ان بالنسبه للنادي الاهلي المفروض اللي بيلعب في اخر حاجه او اخر وقت بمعنى تثبيت التشكيل. واضح ان الامور مش هيبقى فيها مفاجآت لان الناس اللي جاهزه هي اللي لعبت ماتش المقاولين. فانا شايف من وجهه نظري ان مفترض ان الفرقه اللي لعبت المقاولين مفترض هي اللي تبقى موجوده، فما فيش مساحه لحته المفاجآت. يعني يا كابتن حماده مش ممكن اي حد من المدربين سواء الاهلي او الزمالك يقولوا ان هي مباراه غير حاسمه وبالتالي هي مباراه قمه فقط، وبالتالي ممكن نستعين ببعض الاسماء اللي ممكن تكون موجوده علشان اطمن عليها اديها الثقه في نفسها، ممكن يكون مفيش ضغوطات وبالتالي يعرف يلعب من غير ضغط. هل ممكن مدرب يفكر في الثلاث حلول دي؟ لا بالعكس، انا اولا طبعا زي ما انت قلت في الاول ده ماتش الاهلي والزمالك ليه حسابات خاصه، بطوله خاصه هتفضل بطوله خاصه لاخر العمر. فمفترض ان كل فريق عايز يكسب البطوله دي. مفترض النادي الاهلي عايز ينهي الدوري بشكل كويس وينهي الدوري الخاص ما بينه وما بين الزمالك برضه بشكل احسن بفوز يقفل الموسم بشكل جميل. فبالتالي برضه نفس الكلام، نادي الزمالك خسر الدوري فبالتالي ممكن يعوض جماهيره بانه يحاول انه يكسب نادي الاهلي. فبالتالي الماتش هيبقى فيه شد، في هيبقى فيه عصبيه، هيبقى اكيد فيه تركيز من الفرقتين بشكل كبير جدا ان كل فرقه عايزه تكسب الفرقه الثانيه. الضغوط موجوده زي ما قلنا، ماتش الاهلي والزمالك دايما هي الضغوط موجوده بالعكس وبزياده كمان. المفترض ان كل فرقه بتحاول تكسب عشان تنهي الموسم بشكل كويس وتبتدي موسم جديد، يعني يكون في امل. اذا كان الاهلي ياخد بطوله يبقى مفترض ان هو بياخد بطوله الدوري مع بطوله خاصه بتاعه الاهلي والزمالك. نادي الزمالك بيحاول يصالح جماهيره بمكسبه على النادي الاهلي والبطوله الخاصه، فبالتالي كل فريق هيبقى بيحاول قدر الامكان ان هو يحقق الهدف اللي هو عايزه في نهايه الموسم. كابتن حماده حضرتك يعني لعبت مباراه قمه او لعبت لقاءات قمه قبل كده، وحضرتك شاهد عيان كنت موجود جوه الاحداث، فاكيد اجواء القمه بتكون مختلفه دايما. فعايز اعرف من حضرتك الاجواء والذكريات اللي حضرتك فاكرها من لقاءات القمه، ازاي كنتوا بتستعدوا للماتشات، المعسكرات كان شكلها بيبقى عامل ازاي، لمه اللعيبه، وسائل الاعلام، اكيد الوضع مختلف عن دلوقتي خالص. هو مختلف طبعا عن دلوقتي، في خلاص في حاجات حديثه، في حاجات مختلفه تماما عن العصر بتاعنا سواء ثمانينات او تسعينات او سبعينات، لكن الاجواء بتاعه الاهلي والزمالك هتظل موجوده بنفس التركيز، بنفس الاحساس بالبطوله الخاصه، هو موجود على طول. ثمانينات تسعينات هتفضل لاخر عمر زي ما قلت لك. مفترض ان كل فرقه من الفرقتين يحاولوا قدر الامكان يشوف سواء فنيا يشوف ايه المكسب بتاعه او ايه الحاجه اللي ممكن يكسب بيها، هيبتدي يركز عليها بشكل كبير. الاجواء دايما بتبقى كلها سواء ممكن يبقى فرقه فيها هدوء شويه، ودايما الفرق الاكثر هدوءا هي اللي بيبقى ليها الغلبه. يعني الفرقه اللي بتبقى هاديه جدا خصوصا في ماتشات الاهلي والزمالك هو اللي بيقدر بيتحكم في رتم المباراه، بيحقق النتيجه الايجابيه بتاعته. فهدوء الاعصاب بيبقى مهم جدا في الحالات الزي دي، عشان احنا قلنا دايما بيبقى في شد، في تركيز عالي قوي، في ضغوطات شديده. اللي يقدر يتحمل الضغوط ويقدر يتعامل معاها بذكاء هو ان شاء الله اللي هيبقى ليه المكسب باذن الله. فاكر يا كابتن مباراه القمه الشهيره اللي حضرتك لعبت فيها وكانت مفاجاه بالنسبه لكل الاهلاويه، لكن الاهلي كان دايما صاحب موقف. هل حضرتك دي ممكن نقول ان دي من اهم اللقاءات اللي حضرتك لعبتها في تاريخك، ودي من اكثر الماتشات المحببه ليك؟ طبعا طبعا، سبب شهرتي وسبب معرفه الناس بيا، كنت انا يعني معروف ولا حاجه، فهي نتكلم ليه زمان. تعالى نتكلم عليها كده ونسترجع ذكريات. ايه اللي حصل يعني؟ هل حضرتك اتفاجئتوا ان انتوا هتكونوا موجودين ماتش هتلعبوا نادي الزمالك؟ لا هو صعب يا كابتن. هو طبعا كانت الامور صعبه قوي، لكن احنا كنا عارفين قبليها بحوالي اسبوعين تقريبا كده، لان يعني كانت في قرارات تربويه حصلت من الكابتن صالح الله يرحمه من اداره النادي الاهلي. كانت كمان للظروف حصل ايامها كان موجود منتخب مصر وبنجومه كان موجود في المغرب صح. وكان نجوم كبار جدا اللي كانوا موجودين طبعا بقياده الكابتن الخطيب وكابتن مصطفى عبده وكابتن ربيع ياسين
ومحمود صالح واكرامي والله يرحمه ثابت البطل، نجوم كبار جدا كانوا موجودين مع منتخب في مباراه المغرب اللي احنا خسرنا فيها 2-0. كان في نجوم تانيين موجودين برضو، وحصل بعض المشاكل مع الكابتن جوهر الله يرحمه، بعض الاختلافات ما بينه وبين مجلس الاداره، حصل ان طلع قرار طبعا قرار تربوي يمكن من القرارات اللي ان ارست القواعد الاساسيه للنادي الاهلي في حته المبادئ والاخلاقيات والقيم اللي دايما متمسك بيها، كان احد الاسباب الرئيسيه للمباراه ديت. فطبعا كان كابتن حسن حمدي الله يديله الصحه كان موجود معانا الفتره دي كلها، وكان مشرف عام على الفرقه، وكان موجود عضو مجلس اداره، كان موجود معانا فتره طويله جدا، ولعبنا ماتشات وديه اتعمل زي منتخب او مجموعه من الفرقتين، فرقه تقريبا 18 و20 سنه معانا حسام حسن وابراهيم حسن والمجموعه ديت، وطبعا كابتن علاء صادق وشمس حامد، مجموعه كبيره من اللعيبه. بس كابتن حماده من اسبوعين لما اتقال لكم ان انتوا هتلعبوا كان في رهبه ولا كنتوا بتفكروا ازاي في المباراه؟ ده برضه سؤال مهم. كان في رهبه كبيره جدا لان احنا كلنا كنا صغيرين في السن، وما كانش في حد لعب مننا ماتشات مع الفريق الاول الا قليل. اه طبعا ماتش الزمالك يا كابتن، ده انا معاك. حتى لو ماتش الزمالك اللي مصر كلها بتتفرج عليه الجمهور كله في الملعب، وبعدين يا كابتن هتلعبوا على مين؟ هتلعبوا على نجوم كبيره قوي يا كابتن حماد. كنت لسه هقول لك دلوقتي كمان المشكله الكبيره ان انت بتلعب فرقه الزمالك. فرقه الزمالك في الثمانينات كانت فرقه رهيبه جدا، وكان معاهم عناصر افريقيه عاليه جدا طبعا بقياده كوارشي. طبعا كان لعيب غير عادي، وانا فاكر كويس في المباراه احنا كنا بنخش عليه ازاي، وخصوصا في المجموعه اللي بتاعت نص الملعب كنا بنخش عليه، كنا بنبقى صغيرين جدا لكن كان عندنا حماس شديد جدا، وكان عندنا روح عاليه جدا، وكان عندنا حته حب النادي ده حاجه يعني. احنا مش انا مش عايز اعدي الحدث ده يعني بالسهل، انا عايز اعرف بس المعسكر عسكرته ازاي، وكان ايه الكلام اللي داير بينكم في المعسكر، واتفقتوا على ايه، والمدرب كان بيتكلم معاكم في ايه، والتشكيل اكيد يا كابتن حماده يعني مش هينفع عدي حدث مهم كده بالسهل كده. لا انت بترجعنا لذكريات جميله جدا، ويمكن انا شايف ان الفتره ديت كان بيتحملها مجلس الاداره ويتحملها معانا الكابتن حسن حمدي، كان ليه دور كبير جدا ومهم جدا، ان هو كان بيحاول يلم الاجواء بشكل كويس، وعارف ان احنا مجموعه من الناشئين الصغيرين اللي ما لناش تجارب كبيره في الماتشات ديت، وخصوصا زي ما انت قلت ماتش الاهلي والزمالك، فكان ليه دور ان هو يهدينا. لعبنا ماتشات وديه، لعبنا ماتشين تقريبا، ويمكن كان من الاحداث الغريبه جدا او الاحداث اللي هي كانت مهمه ايامها، ان احنا كنا كان بيجي جمهور وزي ما يكون بيهاجمنا يعني، لانه كان رافض تماما حته اللعب بالناشئين، لانه عارف ان فرقه نادي الزمالك فرقه كبيره جدا وممكن تحقق فوز تاريخي على النادي الاهلي، فكان جمهور النادي الاهلي دايما بيهاجم الاداره وبيهاجم اللعيبه اللي كنا بنلعب، سواء في ماتش تقريبا مع فرقه مع الاردن، وكان الماتش الثاني في اعتزال الكابتن شحته الله يمسيه بكل خير، كابتن شحته الاسكندراني في اسكندريه، وكان استاد الاسكندريه مليان على اخره، والجمهور طبعا نادى على اللعيبه اللي هم استبعدهم وهاجم شويه مجلس الاداره، لان برضه نتيجه تخوفهم من ان ممكن تحصل نتيجه عاليه جدا، مجموعه نادي الزمالك لعيبه كبار ونجوم كبار جدا هيلعبوا فرقه صغيره من النادي الاهلي، فممكن النتائج ديت تبقى تاريخيه وتتحط في التاريخ يعني. حتى انا فاكر كويس ان الناس كثيره جدا كانوا بيكلموا الكابتن صالح بيقولوا له ان الكلام ده ممكن يحصل ويتكتب، وما بيتقالش ناشئين او صغيرين او لا، ده بتتسجل الارقام ديت والنتائج ديت، فبالتالي ممكن تبقى حاجه بتشوه النادي الاهلي خلال على مدار التاريخ، لكن الكابتن صالح الله يرحمه صمم على القرار، ولا يفرق معاه، لا عوده في القرار ولا يفرق معاه، وقال احنا ما نخسر بطوله نخسر ماتشات لكن ما بنخسرش، دي حقيقه فعلا. واستمر المعسكر، كنا معسكرين في فندق في الهرم، قعدنا فتره طويله، برضو كان ليه دور كبير جدا كابتن هاني الله يديله الصحه، كابتن هاني مصطفى، وكان معانا الكابتن فتحي مبروك والدكتور مفتي، كان معانا مجموعه من الناس. الغريب بقى ان احنا قبل الماتش بيومين بالظبط، كان الماتش تقريبا يوم الاحد يوم الجمعه، واحنا بنتمرن كنا بنتمرن في الجزيره، فوجئنا بالكابتن جوهري داخل علينا الله يرحمه، فكانت هي دي كانت المفاجاه الحقيقيه، لان احنا اسبوعين الكابتن جوهري مش موجود معانا، ففوجئنا ان الكابتن جوهري موجود معانا، جه التمرين وفي بدايه التمرين واحنا بنسخن جمعنا وقعد يتكلم معانا وحسنا على المكسب، وادانا محاضره من محاضراته الشهيره الناريه ديت، ادانا دافع كبير جدا، وكان تقريبا حصل صلح ما بينه وما بين مجلس الاداره، وكان عايز يرجع اللعيبه الكبار
علشان يلعبوا اللعيبه. لا صمم طبعا قال ممكن ترجع وتقود المباراه لكن بالقرار اللي احنا خدناه ان اللعيبه الصغيره هي اللي هتلعب بال. كابتن جوهري اشهر حاجه قالها في المحاضره او ايه الجمله اللي حضرتك ممكن ما تكونش ناسيها؟ هل كان في كلام محدد ولا كان بيتكلم بشكل عام على المباراه؟ حضرتك قلت كلمه مهمه جدا يا كابتن جوهري ومحاضراته الناريه. بيقول يعني زي موتيفيشن سبيتش كده او بيحفزك من خلال الخطاب او من خلال المحاضره يخليك تنزل تاكل النجيله. هل في حاجه كابتن جوهري معينه كابتن حماده فاكرها كانت نقطه تحول في مستوى اللعيبه في المباراه هو ولا كان بيتكلم بشكل عادي؟ لا هو طبعا ليه كلمات شهيره قوي لكن انا فاكر كويس قوي الكلمه اللي خلتنا نحس باحساس عالي جدا وان احنا بنركز بشكل كبير جدا. هو قال لنا انتوا بتلعبوا باسم النادي الاهلي، انتوا بتلعبوا باسم النادي الاهلي، انتوا صغيرين كبار انتوا بتلعبوا نادي الزمالك باسم النادي الاهلي، فانتوا لعيبه في النادي الاهلي بتمثلوا النادي الاهلي، فحافظوا ودافعوا عن النادي الاهلي. ده الكلمه الشهيره قوي الله يرحمه اللي اهلنا. بشكل عام بقى كلمنا في فنيات وجهزنا بشكل طبع كويس طبع. واتكلم وحاجات واتكلم في حاجات كتيره جدا. كابتن جوري كان مشهور بالمحاضرات بتاعته وذكائه في التعامل مع اللي قدامه سواء من اللعيبه او اي حد، فبالتالي هو كان حاسس بينا وحاسس ان احنا كنا مجددين وحاسس ان احنا كنا شويه في خوف وفي رهبه. قدر فعلا يضيع الرهبه دي بشكل كبير جدا ونزلنا الملعب، والحقيقه لاخر لحظه هو كان موجود معانا كان بيشدنا بشكل كبير جدا وبيدينا ثقه عاليه جدا. انعكس الاداء ده كلامه ده على الاداء بتاعنا بشكل كبير وقدرنا الحمد لله نحقق مفاجاه، لكن ده طبعا كله كان بتوفيق الله سبحانه وتعالى. بس كابتن السؤال المهم، المحاضره كانت في الفندق ولا في الملعب؟ هو ما كانش بيبطل معانا محاضرات. انا عارف انا شايف هو في في اللحظه اللي هو عندي بالبيت في اللحظه اللي دخل علينا فيها من بدايه الدخله ديت هو قاعد مستمر في محاضراته. كان عندنا طبعا الجمعه بالليل. كابتن حماده هل تفرق بالنسبه لحضرتك راجل مدير فني وراجل يعني راجل اكاديمي وراجل فني، هل بتفرق محاضره في الفندق او في الملعب؟ يعني في الفندق مفيش حماس الجمهور، لسه اللعيبه ما احتكتش بالجماهير، ما شافتش المنظر اللي يخلي اللعيبه عندها حماس. بتفرق يا كابتن المحاضره في الملعب عن المحاضره في الفندق؟ بص هو كابتن جوري كان بيتميز بحاجه ان هو محاضراته على حسب المواقف اللي بتحصل. حلو. بمعنى ايه؟ بمعنى ان هو دخلنا الاستاد لقينا الجمهور يروح جاي لاممنا ويدينا محاضره على الوضع ده. بالظبط كده. وده فرق كتير جدا معانا، ويمكن من الحاجات اللي احنا اكتسبناها من كابتن جوري الجيل اللي هو اتعامل معاه خدنا منه الحته ديت. ودي حاجه يعني نقطه مهمه جدا، ازاي المدير الفني بيتعامل مع الاحداث مع لعيبته. فهو يشوف اتشدينا قوي يروح جاي جايبنا ولممنا وعامل المحاضره على الشده ديت مع كلام بسيط مع كلام شديد الاثنين مع بعض، فبالتالي بيقدر يخرجك من اي حاجه ممكن تاثر عليك في المباراه. ده كان لاخر لحظه معانا موجود في الاستاد، عامل محاضره الجمعه والجمعه بالليل والسبت وما سبناش في تمرين السبت وحفظنا بعض حفظنا قلناها في وقت واحد. ده حقيقه حفظنا الجمعه والسبت حاجات معينه اشتغلنا بيها. حته الضغط كنا بنضغط على لعيبه الزمالك بشكل كبير جدا، هو جمعه وسبت قعد يعني اكد علينا في حته الضغط دي مع تعاملاته وذكائه بقى في الفرقه اللي قدامنا، مين اللي هيلعب، انت ممكن تعمل ايه، كل كلام الفنيات اللي هو يعني شافها قالها لنا. والحقيقه احنا نفذنا بشكل حرفي. ليه؟ ناشئين صغيرين بنقدر ننفذ كويس، عندنا القدره ان احنا ننفذ لان احنا كنا كلنا صغيرين. كنت مين ابرز الاسماء يا كابتن عشان نفكر الجمهور كده ولسه جديد على مسيره القمه يعرف ان الاهلي كسب الزمالك في مباراه استثنائيه من شباب النادي الاهلي اللي كانوا او اللي بقوا نجوم بعد كده؟ هو النجم الاول طبعا كان هو الكابتن احمد شوبير، لان هو كان جه من الوحيد اللي لعب معانا جه من المغرب ولعب معانا، يعني هو الحارس المرمى كابتن احمد شوبير، وعلى فكره هو صد ضربه جزاء وكانت بدايته. يعني انت تقابل الكابتن شوبير او تلتقي ببرنامج او اي حاجه اقول لك بدايتي الحقيقيه كانت مع ضربه الجزاء وماتش الاهلي والزمالك. ده دي حقيقه يعني. تمام. بعد كده طبعا كان معانا حسام حسن وكان معانا علي عبد الصادق وطبعا بدر رجب طبعا. ومحمد السيد طبعا وضياء عبد الصمد وكان محمد سعد وكان موجود محمد عبد العزيز زيزو، ده كان لعيب كويس بس اتعور اول شمس حامد وعاطف الاباني. كانت معانا مجموعه يعني مميزه من اللعيبه طبعا. طبعا يا كابتن كلهم نجوم، لكن كابتن حماده مين تعبك من لعيبه الزمالك؟ هو انا كنت بلعب على يعني اتجاه محمد صلاح، هو كوارش هو اللي تعبنا. كابتن محمد صلاح كوارش تعبنا كلنا،
لانه كان بيتحرك هو يعني جسمانيا كان وحش، كان قوي جدا سماناته، احنا كنا بنخش سماناته لا تحرك كابتن سلام ما شاء الله ضخم جدا، قوه عضليه غير طبيعيه غير عاديه في رجلين الاثنين. اقوى لعيب انا لعبت ضده، او ممكن نقول احنا النادي الاهلي كله لعب ضده، يعني كان قوه غير عاديه اقوى لعيب. بس يا كابتن يا سبحان الله يعني قدرتوا تفوزوا وقدرتوا تعملوا نتيجه واداء ما كانش حد متوقع ده كابتن حماده، ولا انتوا كان عندكم ايمان في نفسكم ان انتوا تفوزوا على نادي الزمالك؟ هي دي الفكره. هل دلوقتي يا كابتن الايمان واليقين اللي جوه اللعيب اهم، ولا الفنيات القدرات اللي موجوده اهم؟ الاثنين مع بعض، بس ممكن يكون واحد عنده يقين واحد عنده ايمان وعارف ان الفريق الثاني اقوى منه، لكن انا هفوز عليك. بالظبط، هو بذل الجهد بالظبط والتركيز قوي وبعض الحاجات اللي هي بره الفنيات بتفرق كتير جدا. يعني مثلا فرقه كوره ما فيش روح، وفرقه اقل منها عندها روح عاليه جدا تكسب. فبالتالي الحاجات دي مهمه جدا. طب انت عندك روح عاليه جدا وعندك فنيات، الاثنين مع بعض تكسب. خلاص تكسب على طول. فالنادي الاهلي دايما عنده فنيات وعنده روح، فبالتالي بيكسب اغلب ماتشاته، بيكسب بطولات. فهي دي اللي موجوده فينا. الحاجه الاجمل ان احنا اصلا كانت مزروع فينا الحته ديت في قطاع الناشئين واحنا بنلعب. فموجود، احنا النادي الاهلي بنكسب اي حاجه. ومع ذلك كان نجوم كبار، كان طارق يحيى، كان كابتن فاروق جعفر، كان محمد صلاح، كان ايمن يونس، كان محمد حلمي، كان بدر محمد صلاح سعيد الجدي. لا مجموعه جامده، كوارشي طبعا، منتخب مصر بتكلم في لعيبه عاليه جدا جدا جدا. هل يا كابتن حماده ان لعيبه انت كسبتوا الماتش ده ولعيبه الزمالك كانوا نازلين حاطين في دماغهم هيلعبوا شويه شباب صغير ناشئين، وبالتالي ما ادوش الماتش الاهتمام اللي لازم او الاهتمام اللي كان المفروض يتاخد بيه، ولا الحماس اللي احنا قلنا بيه والروح كانت هي مكسب وسبب في فوز النادي الاهلي؟ ممكن يكون ده سبب. هو في الاول ممكن يكون يعني احساس نادي الزمالك انا ما حسيتوش، لكن في الملعب احنا اللي كان في تفوق. كابتن بيبان في الاحتكاك بالظبط كده، اول احتكاك كده كان احتكاك جامد ولا احتكاك يعني خفيف كده؟ لا هم طبعا يعني مستصغرنا، يعني فرقه مستصغرانه يعني صح. يعني هم بيسخنوا وعمالين يبصوا علينا يعني في ثقه. وحاجه غريبه جدا حصلت، كانت اول مره تحصل ان جمهور الزمالك يبقى اكتر من جمهور الاهلي. اول مره تحصل. ليه؟ لان ماشي جمهور الاهلي قال طبعا ناشئين وشباب، فاحنا ممكن لا قدر الله يحصل نتيجه عكسيه بالظبط كده فنروح زعلانين. دي حقيقه، كان في جمهور قليل جدا هو اللي كان موجود. جمهور نادي الزمالك كان موجود ويعني بكثافه، وكانت من المرات القليله جدا ان جمهور نادي الزمالك اكتر من جمهور ضعف النادي الجمهور في الفوز. دي حقيقه. فبالتالي مين الجهاز الفني لنادي الزمالك او المدرب يا كابتن تفتكر؟ ولا افريقي اجنبي؟ اجنبي تقريبا يوغوسلافي. كان مدرب. انا بس يعني بسترجع مع حضرتك الذكريات. وتقريبا كان معاك كابتن حسن شحاته تقريبا. لا احنا بنحاول ان احنا نقرب المسافات. كابتن حماده بعد الماتش انا عارف ان لعيب الكوره والماتش شغال وهو كسبان، الوضع ما بيكونش بالنسبه له مش حاسس بيه. اللعيب بيحس بعد ما الحكم يصفر ويشوف الاحتفالات والجمهور بيندى عليه، وانتم بتسلموا على بعض وكابتن جوهري بيسلم عليكم، وتسجلوا مع الصحافه وتسجلوا مع الاعلام. الاعلام والصحافه كانوا في الثمانينات ما كانوش بالقدر الكبير اللي احنا شايفينه، لا في سوشيال ميديا بقى ولا في اعلام استوديوهات التحليل اللي كانت شغاله. لكن كابتن حماد اول ما الحكم صفر 4-2 والمباراه انتهت وكسبتوا نادي الزمالك، شباب نادي الاهلي كسب نادي الزمالك في مباراه للتاريخ، حضرتك احنا من 2019 بنتكلم فيها لحد دلوقتي، الاحساس يا كابتن كان ايه؟ عملتوا ايه مع بعض؟ كابتن جوهري قال لكم ايه؟ هل كنتوا يعني مصدقين نفسكم بعد المباراه ان انتوا كسبتوا نادي الزمالك 4-2 نتيجه كبيره؟ 3-2. انا اسف 3-2. هو كلنا ما لقيناش بعض. بمعنى ايه؟ يعني لا لقينا الكابتن جوهري ولا لقينا اللعيبه ولا احنا اول ما الحكم صفر كلنا جرينا على الجمهور. كل الناس جريت على الجمهور وشالوا الكابتن جوهري وكانت اجواء ما يعني احنا ما كناش متوقعينها. عارف لما تبقى في اجواء مفاجاه ليك، يعني انت بتكسب ماتش الزمالك وبتخرجوا ويعني بالاداء اللي حصل، الناس اللي هم الكبار ممكن يكونوا شافوا الاداء ده اول ماتش اتعاد بعد كده، كل الكلام ده ادالك احساس بفخر. انت صغير وبتحقق نتائج ديت وجوه النادي الاهلي وانت بتلعب باسم النادي الاهلي، فكل الكلام ده كان ليه دور كبير جدا، وخصوصا ان الفرقه دي هي اللي كملت الكاس. يعني الدور قبل النهائي كان ده دور 8 على فكره. لا طبعا كان دور 8 وكملنا، لكن ببعض التطعيمات، بعض اللقطات من المباراه الشهيره ده الماتش. بص حسام بيعمل ايه في
كانت مباراة يا كابتن جميلة، مباراة كان فيها يعني بص يا كابتن بعد الهدف الفريق كله مش مصدق بالظبط، ده يعني حاجة مش مصدقينها يعني الحقيقة. يعني كان إحساس. بس يا كابتن التعامل مع كابتن حمادة مرزوق من الجمهور الأهلي بعد المباراة بقى، أكيد يا كابتن حمادة الوضع اختلف، نجم ونجم ماتش الزمالك وراجل هداف وراجل كسبت نادي الزمالك وخرجتوه من كاس مصر، اكيد الوضع اختلف خالص يا كابتن حمادة. الوضع اختلف، وعلى فكره اتعملت اغنيه بايامها من تقريبا كان مغني مشهور ايامها عمل اغنيه جميله جدا وذكر الاسامي وذكر الاسماء بالغنوه بكل حاجه يعني. فطبعا الجمهور كان كابتن كوارشي وحش طلع ازاي، طلع فين في اتنين يا كابتن، خد الكوره وحش قوة جسمانية رهيبة. طب الأغنية إيه يا كابتن؟ كمل موضوع الأغنية ده كابتن. يعني مش فاكر بس كان اتغنت ليكوا يعني، اتغنت لينا أول جون حمادة مرزوق وبصراحة مش عارف إيه الذوق يعني، كان كلمات جميلة جدا وجاب أسامي اللي جابوا الأهداف وجاب البطولات، ويمكن من أغلى البطولات اللي حصل أداء بعد الماتش. كنت لسه أقول لحضرتك هو ده بعد الماتش، لسه بيقولوا لي حالا هو بعد الماتش هيكون معانا أهو. يعني الميزة كابتن والجميل ان حضراتكم اللي شايلين كابتن جوهري بالظبط كده، مش مثلا الجمهور او حد من الناس اللي موجوده ورا، لا اللعيبه اللي موجوده في الملعب هم اللي شالوا كابتن جوهري ورايحين بيه على الجمهور عشان يحيي الجمهور بالظبط. وطبعا كله مش مصدق، كله بيجري في سعاده كبيره جدا. واضح حكيت على فكره من ادائكم من احتفالاتكم بعد الاهداف يا كابتن، انتوا ما كنتوش مصدقين ان انتوا تتوقعوا ان انتوا تكسبوا نادي الزمالك، لكن يا كابتن المباراه دي بتعطي درس كبير جدا في عالم كره القدم، ان اللي ما عندوش يقين وما عندوش ايمان في نفسه لا يستحق انه يلعب كره القدم. دي حقيقه يا عمر، دي عشان بالارقام وبالاحصائيات الزمالك يكسب بالظبط، في ثوابت اللي انت بتقوله ده، هو ده الثوابت في كره القدم. في بقى الحديث في حاجات كتيره جدا حديث فيها، لكن دي الثوابت اللي انت قلتها دي، ده ثوابت في كره القدم. لازم في اليقين، لازم الاحساس بمسؤوليه، لازم الثقه بالنفس، لازم ثقه في الله سبحانه وتعالى ان انت بتادي كل الكلام ده مع بعض الفنيات اللي انت بتادي بشكل كويس، ان انت فاهم كويس، معاك مدرب كويس بيشرح كل الكلام ده بيؤدي لنتائج مكسب على طول مع بطولات، وده برضو اللي بيميز النادي الاهلي انه بيجمع الحاجات دي كلها. كابتن حماده عايز ارجع بقى لمباراه بكره، وعايز اسالك سؤال مهم جدا، بما ان احنا اتكلمنا على مباراه اهلي وزمالك في كاس مصر في دور الثمانيه، لكن كانت مباراه مهمه علشان الكسبان بيكمل لدور قبل النهائي والخسران بيخرج بره المسابقه. مباراه بكره تحصيل حاصل بالنسبه للفريقين، النادي الاهلي حسم بطوله الدوري ونادي الزمالك ما عندوش امل ان هو يفوز بلقب الدوري العام. هل مباراه القمه كابتن حماده بتفرق لما تكون مباراة ليها أهمية أو مباراة لا يوجد أهمية ليها بسبب إن مفيش هدف منها؟ هل بتفرق ولا مباراة القمة تبقى مباراة قمة، ومباراة أهلي وزمالك دي حاجة محدش فينا زي ما حضرتك قلت مش هينقطع عنها أو مش هيديها أهمية أو مش هيكون ليها أجواء لحد آخر العمر؟ إيه اللي يختلف ما بين الوضعين؟ لا، هو الوضع الثاني هو ده الأساس، إن أهلي وزمالك هيفضل زي ما هو أهلي وزمالك، هيبقى فيه الناس كلها او الفرقتين بيحاولوا يكسبوا بطوله خاصه، ممكن يكون في بعض الحالات اللي بيحصل فيها حاجات يعني، ممكن يبقى نهائي كاس، ممكن يبقى ماتش يحسم دوري، ممكن يبقى في اي حاجه ممكن تزود شويه حته العصبيه، ممكن تزود شويه حته التوتر، لكن الاداء والشكل مرتبط بحاجات زي ما احنا قلنا متوقف عليها اجواء المباراه. ممكن يكون النادي الاهلي بيلعب بثقه، هيبقى فيه ثقه زياده شويه، واخد دوري وبرضه حته الثقه بتدي انطباع كويس للعيب، بتخليه يأدي بشكل كويس، لكن في الاول وفي الاخر الشده تبقى موجوده، التوتر هيبقى موجود، العصبيه هتبقى موجوده. العصبيه كابتن من انهي جانب؟ هل جانب الزمالك هتكون اكتر من جانب الاهلي، ولا الاهلي هيكون في بعض العصبيه اللي موجوده؟ ممكن نادي الزمالك تبقى العصبيه شويه زياده على اساس بسبب خسارته الدوري، وبسبب الحماس الزياد اللي هيكون عندهم اللي هو نعوض جمهورنا عن بطوله فقدناها. بالظبط كده، هي دي، ده اللي هيحصل من نادي الزمالك. نادي الزمالك لو ادى في هدوء وفي ما فيش عصبيه ممكن يبقى فيه مباراه كويسه، ممكن يبقى فيه اداء كويس من الفرقتين، بحيث ان ما يبقاش حته العصبيه ما تبقاش موجوده. موجود كله يعني بيحاول قدر الامكان ان هو يحقق النتيجه، لكن برضو احنا عايزين بكره ان شاء الله نستمتع بلقاء ما يكونش فيه العصبيه. العصبيه بتؤدي دايما للاداء الغير مرضي،
دايما اللعيب لما بيبقى عصبي ما بيأديش بشكل كويس، طول ما هو هادي يعني بيأدي بشكل كويس. كابتن حمادة يتمنى مباراة القمة تكون مباراة قمة في السلوكيات في الأخلاقيات، بعد كده نشوف لعب مفتوح ومباراة جميلة ما بين الفريقين فيها جملة تكتيكية وفيها مهارات فنية وفيها أهداف، ولا كابتن حمادة ممكن نقول لا يتمناها مباراة عصبية، مباراة فيها شد وجذب، مباراة زي الدور الأول، مباراة كانت لا تليق أبدا بمباراة قمة، ملعب كان كله طينة بسبب الأمطار، مباراة ما فيش فيها أي أهداف، مباراة كانت متوترة جدا بسبب الأوضاع اللي كانت موجود فيها، كابتن حمادة يتمنى ولا يتمنى؟ لا أنا أتمنى إن شاء الله بإذن الله على الأقل يبقى تعويض عن المباراة اللي في الدور الأول. لازم الفرقتين يحطوا في اعتبارهم ان الجماهير كلها بتتفرج على المباراه ديت، يبقى ختام لدوري طويل جدا، اطول دوري حصل في العالم ما حصلش قبل كده في التاريخ، عمرها ما حصلت حتى في اي دوله في العالم خالص. فبالتالي احنا عايزين نشوف مباراه بنختم بيها دوري بشكل كويس، نشوف كره كويسه، مفترض ان مفيش عصبيه، مفيش شد، مفيش 3 بونت، مفيش بطوله، هي البطولة الخاصة ما بين الفرقتين. فبالتالي اللاعب لما بينزل عشان يأدي ويبسط الناس ويحاول يكسب، الفرقتين هيأدوا بشكل كويس. طبعا نتمنى إن شاء الله النادي الأهلي المكسب ليه بإذن الله إن شاء الله، لكن بنتمنى أكتر إن الأداء للفرقتين يبقى فيه هدوء أعصاب وفيه عدم عصبية وفيه فنيات عالية، أتمنى إن شاء الله بإذن الله يعني. طيب كابتن حمادة، ممكن لو قلنا النصايح اللي حضرتك تقولها للاعبي النادي الأهلي قبل مباراة بكرة ممكن تكون في سياق إيه أو شكلها عامل إزاي، أو مين اللعيبة اللي احنا هنقولهم نصيحة بشكل عام وهنخصهم؟ كابتن حمادة مثلا بيميل إلى فلان الفلاني فعايز يقوله نصيحة معينة، أو شايفه مش موفق في الحتة الفلانية، أو شايفه إن هو بدأ إنه يخش مع الفريق وبدأ إنه يتألق، يعني في أسماء كتيرة في النادي الأهلي ممكن حضرتك عايز تقول لحد نصيحه بعينها، فالنصيحه العامه تقول لهم ايه الاول؟ النصيحه العامه ان مكسب الدوري ما يكونش ليه اثر سلبي عليهم، بمعنى ان ممكن الفرحه تكون واخداهم، فرحه المكسب بالدوري تكون واخداهم وتشدهم الى مباراه الزمالك. مفترض ان احنا خدوا البطوله، كسبوا، فرحوا، انبسطوا، خلاص بداية من تاني يوم على طول بنركز في ماتش الزمالك، فمفروض ان هم يبقى فيه تركيز وفيه احساس بالمسؤولية ان ده ماتش اهلي وزمالك، ومفترض ان النادي الاهلي عايز يختم كويس ولازم يختم كويس ان شاء الله باذن الله. دي اول حاجة. تاني حاجة، في بعض الحاجات احنا يعني مطلوب مثلا من لعيب زي وليد ازارو، يعني مش انا بس اللي بطلب منه، كل الجماهير النادي الاهلي بتحاول توصل له رسالة بالتركيز اكتر من كده. في فرص كتيرة جدا بتيجي وممكن يرجح كفة فرقته بشكل كبير جدا، مش عارف، فقدان التركيز، إضاعة الأهداف، نقطة يعني مش كويسة ومش في صالح النادي الأهلي، وخصوصا لما بتكون بتلعب نادي الزمالك الفرص بتبقى قليلة في الماتشات اللي زي ديت، فرص قليلة، لما بيجي فرود مفترض بيبقى قاعد 90 دقيقة، تجيله واحدة بيخلصها، زي ما كنا بنشوف عماد متعب وبنشوف النجوم الكبار اللي بيخلصوا ماتشات في لحظات معينه. فاتمنى ان شاء الله التركيز بتاعه يزيد، اتمنى ان شاء الله باذن الله وجود صالح جمعه. دي اللي انا فعلا بتمناها انه يبقى موجود، لان انا حاسس ان وعارف ان صالح جمعه لعيب جامد جدا ولعيب معلم زي ما بيسميه الكابتن ربيع. انا يعني دايما كنت بقعد مع الكابتن ربيع ونقعد مع بعض يقول لي ده المعلم بتاع الكره المصريه وده ابني، وده طبعا يعني كابتن ربيع ده من الناس اللي هم طلعوا لعيبه كبار جدا ومنهم صالح جمعه، وكان بيقدر يتعامل معاه، بيقدر يتعامل مع كهربا، بيقدر يتعامل مع اللعيبه دي كلها. فبالتالي هو مش هنسى الجمله بتاعته وهو صغير، ده الكلام ده من كام سنه، يقول لي ده المعلم بتاع الكره المصريه. فاتمنى ان شاء الله باذن الله، انا عندي قناعه كبيره جدا ان صالح جمعه ممكن يرجح كفه فرقه في اي وقت، بس طبعا بطلب منه مزيد من التركيز، بطلب منه مزيد من الاهتمام بنفسه، لانه نجم كبير جدا ولعيب كوره عالي جدا، اتمنى انه يحافظ على نجوميته ديت ويحافظ على مهارته ديت ويحافظ على موهبته الكبيره ديت علشان يقدر يعمل حاجه لنفسه وللنادي الاهلي ان شاء الله. طيب نروح يا كابتن لبرج العرب مع الزميل العزيز فاروق صلاح علشان نعرف منه اخر المستجدات الخاصه بمعسكر النادي الاهلي والاستعداد للقاء نادي الزمالك في القمه رقم 118 اللي هتكون بكره ان شاء الله الساعة 8. فاروق برحب بيك.
تحياتي ليك يا عمر ولكل مشاهدي ومتابعي شاشات قناه النادي الاهلي، وتحياتي ايضا للكابتن حماده مرزوق. فاروق طمنا على الاجواء، على الاخبار، على اخر المستجدات اللي موجوده عندك في معسكر النادي الاهلي في برج العرب. زي ما اتكلمنا بالامس عمر على الحاله المعنويه، حاله التركيز اللي بتسود معسكر الفريق النادي الاهلي من اجل الاستعداد للقمه 118. نفس الامر بيستمر، التركيز بيزيد اكتر، التفاؤل، الروح والحاله المعنويه. النهارده كان في امر يعني حابب ان احنا نتكلم عنه باستفاضه اكتر، ان اللاعبين النهارده اثناء توجههم لملعب برج العرب لاداء المران تفاجئ الجميع، الجهاز الفني واللاعبين، بوجود الكابتن وائل جمعه نجم كره القدم المصريه والنادي الاهلي واحد اساطير النادي الاهلي، موجود في ارض الملعب بيصافح اللاعبين والجهاز الفني ويقادر اللاعبين. كابتن جمعه وائل جمعه قال اكثر من رساله، قال ان النادي الاهلي صاحب فضل كبير علينا، واحنا دايما كلنا بنستغل الاوقات اللي نكون فيها متواجدين عشان نبقى موجودين في النادي الاهلي، وان احنا دايما نكون داعمين ومساندين للنادي الاهلي في كل وقت. تحدث ايضا عن قيمه المباراه واهميه المباراه على الرغم من حسم النادي الاهلي لدرع البطوله، ولكن تبقى مباراه القمه ما بين الاهلي والزمالك هي مباراه وبطوله خاصه من اجل الجماهير. طبعا كان في هناك بعض بقى الاسترجاع للذكريات مع الكابتن احمد فتحي، الكابتن وليد سليمان، كابتن رامي ربيعه، والكابتن السيد عبد الحفيظ. نفس الوقت يا عمر لفته طيبه عملها الكابتن طارق العشري المدير الفني لفريق حرس الحدود والكابتن محمد حليم اللي كانوا متواجدين في الملعب الاخر بجوار ملعب اللي بيتمرن عليه النادي الاهلي. حرص الكابتن طارق العشري وكابتن محمد حليم ان هم توجهوا للملعب لملعب المران النادي الاهلي، ووجهوا التهنئه للكابتن سيد عبد الحفيظ وللجهاز الفني واللاعبين على الفوز بدرع الدوري رقم 41. كانت صوره ومشهد يعني الكابتن طارق العشري في اثناء حديثنا مع الكابتن طارق العشري قال احنا دايما كرياضيين بنحاول ندي الدروس والروح الرياضيه والعلاقه الطيبه اللي ما بيننا وما بين النادي الاهلي وما بين كل الفرق، دورنا ان احنا نيجي نوجه التهنئه للنادي الاهلي. دي كان نقطتين كنت حابب ان انا اكلم حضرتك واكلم المشاهدي قناه النادي الاهلي في الامرين في هذا الامر يا عمر. نروح بقى لو حابب نتكلم على بعض الامور في المران. اتكلم طبعا، قول لي طبعا المران كان ايه اخباره، هل الفريق كله جاهز نفسيا ومعنويا؟ خلاص مفيش وقت، المباراه بكره. واكيد يا فاروق انت راجل يعني قريب منهم وتقدر تقول لنا حاله اللعيبه بشكل عام عامله ازاي، هل في تفاؤل، هل في تركيز، هل خلاص يعني كل حاجه بقت في سياق مباراه بكره ان شاء الله؟ عمر لا صوت يعلو فوق صوت القمه 118. حاله الجديه، التركيز اللي عند اللاعبين مش من اجل المباراه لمجرد مباراه وثلاث نقاط، لا، من اجل اكمال فرحه الجماهير الاهلاويه. يعني كلامنا مع الكابتن احمد فتحي، كابتن حسام عاشور، وليد سليمان، الجميع بيفكر وهدفه الاول هو اسعاد جماهير النادي الاهلي. الجميع يعني الجميع اجتمع على امر ان لاكمال فرحه جماهير النادي الاهلي ان شاء الله، بنوعد الجماهير ان شاء الله ان احنا نحقق نتيجه طيبه ونحقق مباراه كويسه تليق بختام الموسم. الروح الفنيه والروح النفسيه والامور اللي هي ما بين اللاعبين والجهاز الفني امر بيدي يعني امور كتير جدا للتفاؤل، اللي بنطمن جماهير النادي الاهلي طبعا على الحاله، حاله اللاعبين الحمد لله ما فيش اي اصابات، الفريق كامل العدد، قد تكون في بعض المفاجات، في بعض الامور الفنيه طبعا مش هنقدر احنا شوقنا كمان يا فاروق، ها شوقنا اكتر، قول لي مفاجات بقى وحاجات هتعرفوها بكره وانت الوحيد اللي عارف كل حاجه. ماشي، لا ان شاء الله بنطمن جماهير النادي الاهلي، ده الاهم وده الاساس. طبعا الكابتن سيد عبد الحفيظ عامل ايه الكابتن سيد معاك يا فاروق؟ عامل ايه الكابتن سيد معاك؟ قول لي. لا الكابتن سيد يعني قافل، ها قافل خالص الكابتن سيد قافل، بس يعني في بعض الامور طبعا بيبقى فيها احنا كجزء من منظومه النادي الاهلي لازم نعمل حساب للامر ده، مين طبعا داعمين لهذا الامر. كابتن سيد ايضا يعني خلاص انتهينا من الاحتفال بالتتويج ببطوله الدوري، لا خلاص زي ما تعودنا في النادي الاهلي. مفيش اخبار يا فاروق عن الدرع يتم تسليمه بكره، حاجه من او اخبار من اللي بتقال على الصحف والمواقع ان ممكن يتم تسليم
الدرع للنادي الاهلي بكره في ملعب المباراه او بعد المباراه علشان يتم الاحتفال بيه، ولا الموضوع ده ما تمش طرحه اصلا وانت ما عندكش اي معلومات عنه؟ لا بص، هو احنا سمعنا بعض الاخبار بتتردد، بس يا عمر خلينا نتكلم في نقطه. ما هو كل الدوريات في العالم بنشوف المباراه الاخيره بيتم تكريم الفريق الفائز ونشوف درع الدوري، ليه الصوره عندنا والمشهد ما بيكتملش للاخر؟ يعني ليه النقطه الاخيره؟ احنا يعني نتمنى نشوف هذا الامر. يعني بعض الاقاويل بتتردد ان قد يكون هناك تسليم، لكن ليست اخبار مؤكده عشان اكون صادق معاكم مع مشاهدي وجماهير قناه النادي الاهلي، لكن احنا عايزين المشهد يكتمل. عايزين صح، مظبوط تكمل زي ما بنشوف كل طيب. دوريات العالم طيب. ولكن نتمنى مباراه تحصل في اطار من الروح الرياضيه ما بين الفريقين. اشكرك يا فاروق، شكرا جزيلا على وجودك معانا. فاروق صلاح مراسل قناة النادي الأهلي من برج العرب من معسكر النادي الأهلي، وتعرفنا وعرفنا كل التفاصيل الخاصة بالمباراة والاستعدادات. بكرة إن شاء الله هقول لحضراتكم عن اليوم الخاص بقناة النادي الأهلي والبرنامج. هنكون إن شاء الله بداية من الساعة 4 مع الزميل العزيز أمير هشام في كلام في الميديا وإطلالة صحفية عن مباراة القمة من 4 ل 5، وهيكون ضيف إن شاء الله الأستاذ رامي عبد الحميد، وهيتكلموا في كل الأمور الخاصة بالصحافة قبل مباراة القمة. من الساعة 5 حتى الساعة 8 إن شاء الله هيكون في استوديو تحليلي رئيسي هنا في قناة النادي الأهلي مع الكابتن إسلام الشاطر والضيوف الأعزاء الكابتن حمادة صدقي والكابتن أحمد بلال والكابتن أسامة حسني. هنكون في نفس التوقيت مع حضراتكم من ملعب مختار التتش في الجزيرة، معانا هكون موجود مع حضراتكم، ومعايا طبعا نجمين النادي الأهلي الكابتن شريف عبد المنعم والكابتن محمد حشيش، وهنكمل مع حضراتكم بعد المباراة. لكن في فقرة الكابتن إسلام الشاطر هيكون فقرة تحكيمية وفقرة إحصائيات، الفقرة التحكيمية مع كابتن سمير عثمان، والفقرة الإحصائية فقرة الأرقام مع الدكتور أحمد ثابت. إن شاء الله هنكون موجودين معاكم بين الشوطين من ملعب مختار التتش، وأيضا هنكمل معاكم بعد المباراة في 2 استوديو تحليلي سواء من هنا من قناة النادي الأهلي أو من ملعب مختار التتش. ربنا يوفق الجميع إن شاء الله وتطلع مباراة تليق بالقمة المصرية. كابتن حمادة مرزوق، أخيرا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معايا، شرفتني ونورتني، واتكلمت في حاجات اعتقد ان جمهور الاهلي اكيد استمتع بيها وبسط بيها جدا. وكلمه من حضرتك اخيره تحب تقولها لجمهور الاهلي ولاعيبه الاهلي بكره ان شاء الله؟ ان شاء الله، اتمنى باذن الله ان شاء الله. اولا بنهني لجماهير النادي الاهلي وكل حاجه مرتبطه بالنادي الاهلي، بنهنيهم ببطوله الدوري ان شاء الله باذن الله. بكره لاعيبه النادي الاهلي يسعدوا الجماهير باداء مشرف مع نتيجة إن شاء الله بإذن الله يحقق فيها مكسب. نتمنى لهم إن شاء الله، نتمناها مباراة جيدة ومباراة ممتعة فنيا من الفرقتين. أخيرا بقول إن أنا كنت سعيد جدا إن أنا ببقى موجود معاك. أنا ليه الشرف يا كابتن حماد، أول مرة أتشرف بيك، وأنت يعني ابننا العزيز الغالي، نحن دايما متألق ودايما نتمنى لك التوفيق إن شاء الله. ربنا يخليك كابتن حماد. لسه مكملين مع حضراتكم في الفقرة الحوارية الثالثة والأخيرة مع ناقد الرياضي الكبير الأستاذ سعيد وهب، ولكن بعد الفصل. أهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مكملين معاكم في الأهلي الليلة والفقرة الحوارية الثالثة والأخيرة مع الناقد الرياضي الكبير الأستاذ سعيد وهب. أستاذ سعيد برحب بحضرتك طبعا من قناة الأهلي، دايما مشرفنا منورنا. ربنا يخليك. ربنا يخليك أستاذ سعيد. طبعا مباراة القمة هي الحدث الأبرز والحدث الأهم واللي دايما بنتكلم عليه، وهنتكلم في حكاوي كتير مش بس الأمور الفنية، هنتكلم على الأمور التاريخية. أستاذ سعيد وهب، أكيد حضرتك تابعت لقاءات قمة كتير جدا، لكن أكيد في بعض اللقاءات اللي حضرتك تتذكرها ودايما ليها احداث تاريخيه في ذاكره حضرتك. اكيد طبعا، يعني طبعا الاهلي والزمالك ده يعني او لقاءات القمه بين الاهلي والزمالك هي قمه يعني مستوى الكره في مصر، وبتستقطب كل الناس اللي ليها علاقه بالكوره او ما لهاش علاقه بالكوره. ده اهم حدث جماهيري في مصر وفي العالم العربي، لقاء القمه بكره ده، الاهلي والزمالك بكره ده، اهتمام المصريين من قبليها بساعات لبعد الماتش بساعات وايام بتاخد حكايات وروايات. يعني ده الحدث الرئيسي
الجراند اللي بيهم المجتمع المصري كله بكافة طوائفه. هتبص أثناء الماتش حركة المرور، الشوارع كلها فاضية، القهاوي كلها مليانة، وفي طقوس كده معينة. كان زي زمان، كان ليلة حفلة أم كلثوم في أول خميس من كل أول كل شهر. بالليل الشوارع كلها فاضية، حركة بيع اللب السوداني كبيرة جدا، بيع البطاريات الكبيرة دي عشان الراديوات ترانزستور دي، سهرة كاملة. فده طقس من الطقوس المصرية الهامة جدا ماتش الأهلي والزمالك. ليه؟ يفترض ان هو قمه الصراع الكروي او المنافسه الكرويه الشريفه. اهتمامات الناس كلها، الناس بين اهلاوي وبين زملكاوي، ده موجود في كل العائلات وفي كل الاسر. الكره بتمثل المصريين وسيله الترفيه الجميله، يعني تكاد تكون الوسيله الجماعيه. العقل الجمعي المصري او الشعور الجمعي المصري او الهوايه المصريه الجماعيه اللي بتجمع اكبر قطاع من المصريين هي كره القدم. وبالتالي القمه احنا بكره يعني هيبقى ماتش كالعاده جماهيري كبير. وبالتالي لما بيحصل في هذه المباريات احيانا احداث غير عاديه بتخش التاريخ، لانها بتبقى احداث كبيره جدا. لو حصل شغب او حصل مشكله او كده بيفضل الكلام عنها كتير جدا، ولذلك بيبقى كل الناس يعني كل المحيطين بكره القدم حريصين على ان الماتش ده يطلع باكبر يعني يطلع قدر الامكان ماتش كويس وما فيهوش مشاكل، لان لو حصلت مشكله بتبقى مشكله كبيره جدا، كما حدث في موسم 71-72 بين في ماتش قمة أول قمة بين الأهلي والزمالك بعد توقف الكرة 4 سنين بعد نكسة 67. تمام، وقفت الكرة 4 سنين مفيش كرة، لأن اتهمت الكرة أنها كانت السبب في النكسة، ولأن كان في يعني كان في اهتمام كبير جدا بالكرة، وده شيء جيد. كان المشير العام الرئيس اتحاد الكرة وقائد يعني قائد الجيش وكده، وكان في اهتمام كبير منه بالكوره، فاتهمت الكوره انها، وهذا يعني غير صحيح، وتلك قصه اخرى. المهم الماتش ده جه في وقت تقريبا كان في 24 نوفمبر 71. النتيجه كانت 1-1. الحكم كان الكابتن الديبه اللي هو لاعب الاتحاد السكندري الشهير، وكان حكم من احد الحكام الكبار يعني. وكان الديبه ده كان هداف اول بطوله افريقيه سنه 57، كان لعيب دولي هداف، لعيب كبير يعني، وهو اللي كان حكم الماتش. في كوره مشتركه كان فيه مهاجم في الزمالك اسمه ابراهيم، هفتكر لك اسمه ابراهيم، اسمه ابراهيم. هو عموما ما لعبش بعديها يعني، هو ده الماتش الوحيد اللي عمله اللي عمل له شهره. كان تخرج يعني، كان تخرج حركة على كده، فاكر اسمه اصلا؟ لا لا انا فاكر اسمه، كان لسه فاكره دلوقتي. المهم ابراهيم الدسوقي. أيوة، ابراهيم الدسوقي طبعا. ابراهيم الدسوقي ده ما لعبش بعديها، وما كانش حد يعني، ما كانش كان مغمور يعني. المهم في كره مشتركه عاليه لعبها فاروق جعفر او حماده امام، لا فاروق جعفر، فعملت بند ونطت جوه منطقه الجزاء، فبقت بينه وبين مروان كنفاني حارس طبعا الأهلي. طبعا فمروان طلع من اعلى نقطه يمسكها، وابراهيم بيهجم، فمروان رفصه كده رفصه خفيفه في بطنه وهو بيمسك الكوره. شغل بقى يعني ايه، لعيب حراس مرمى كمان. حراس مرمى يعني، هو مشغول بالكوره قوي بس رجله شغاله. قال لك الحكم باصص لي فوق. فالتاني وقع على الارض بقى يتلوى ومات وبتاع وكلام من ده، والحقوني وحاجات زي كده. فطبعا فالديبه على طول راح مصفر. ربما دي كانت اول ضربه جزاء تحسب او تحتسب على حارس مرمى في الدوري العام او في تاريخ الدوري، عشان كده الجمهور ما تحملهاش يعني. يعني مش متعود عليه، مش متعود ان في ضربه جزاء تحسب على 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 حارس مرمى. والحارس ده مين؟ ده حارس الاهلي، جمهور كبير بخط احمر. واهلي وزمالك. فحسوا ان المساله، او جمهور الاهلي حس ان هو يعني ضربه الجزاء دي ظالمه جدا.
المهم اللعيبه هاجوا وقاد يعني قاد انور سلامه كان مع يعني كان في النادي الاهلي وكان ومروان راح للجمهور وبتاع، فصالح سليم شاور لهم من بره كان هو مدير كوره قال لهم ارجعوا وشخط وزغط بعينيه فرجعوا تاني فوقف على مضض مروان قال لك يمكن نص ضهر يعني فالمهم فاروق جعفر جابها بقت نتيجه 2-1 فمروان مسك الكوره ورفض بقى ان هو يروح يسنطر حطها ورا ظهره الديبه جاله فقال لك مش هلعب وطلع بره وجري على الجمهور مش عايز يسلم حكم الكوره يعني مش عايز يسنطر فطبعا ده الحركه دي كفيله ان هي تهيج الجمهور كله يعني. المهم اللي حصل تكسير وحصل ضرب ازايز وكلام من ده وتخليع خشب ودنيا حصل احداث شغب واصابات كبيره جدا فالديبه تيت لغى الماتش واحتسب النتيجه 2-1. المهم بعدها كان في بقى نيابه وفي تحقيقات في النيابه وفي تحقيقات في اتحاد الكوره كانت كبيره جدا يعني ازمه كبيره جدا. اوقف الدوري بعديها سنه كامله يعني الماتش ده وقف الدوري سنه كامله من هنا وقف الدوري ورجع تاني سنه يعني بعديها رجع في موسم 72-73 يعني وقف موسم تقريبا او موسم ونص تقريبا موسم كامل يعني وكانت الناس كنا ايامها يعني الناس بتتنشا على ان الدوري هيرجع وكل سنه الناس تتكلم بتتكلم على مضض يعني عايزين الدوري الكره وقفت وكده فلما رجعت بعد 4 سنين تقف بسبب الماتش ده فكانت كارثه الحقيقه وايامها يعني معظم لعيبه الكوره يعني الاهلي والزمالك والاسماعيلي وكده يعني انتقلوا يلعبوا في دوري الشركات كان دوري الشركات كان نار يعني كان قوي جدا كان تقريبا موازي او بديل بقى للدوري العام بس من غير جمهور وكده انا عايز اسال حضرتك سؤال يعني انا عايز اعرفه معرفه شخصيه هل بقى ده السبب اللي ممكن نقول حصلت بعديه نقله في ان التحكيم يكون اجنبي اهلي وزمالك هل المباراه دي ليها بعض الرواسب اللي خلت القرار المصري الشهير اللي يطلع من رئاسه الوزراء ان مباراه اهلي وزمالك تكون دايما بتحكيم اجنبي ولا الوضع والقصه كانت عامله ازاي؟ هو ده طبعا كان سبب من الاسباب ان يعني كان بقى القيادات السياسيه ايامها تقول لك يعني ما تبعدوا الشبهه عن الحكام لان يعني هاتوا حكم اجنبي الماتش ده بالذات عشان نبعد اي شبهه عن الحكم وبعدين الماتش يخرج خلاص الجمهور يبقى مطمئن يعني على الرغم ان في الوقت ده يعني في الستينات وفي السبعينات وكده كان عندنا حكام يعني يمكن من اعظم الاجيال اولا سنه 66 في كاس العالم في انجلترا سنه 66 حكم مصري علي انديل عميد علي انديل 74 بعديها يعني بعد الماتش ده بسنتين مصطفى كامل محمود حكم في نهائيات كاس العالم في المانيا 74 وكان عندنا جيل من الحكام العظماء جدا جدا يعني غير اللي حكموا في كاس العالم كان عندنا زيهم قدهم مثلا 10-15 حكم على مستوى عالي جدا وكان ده حاجه معروفه وكانوا مفخره في الاتحاد الدولي كان عندنا حسين امام واحمد الخولي ويعني في اسماء كتير مش فاكرها دلوقتي بس طبعا. بس ايامها كانت قراراتهم محترمه جدا طبعا. وكان صعب جدا ان حد يعمل يعني اللي بنشوفه الايام دي بالنسبه لزمان لا ما فيش تحكيم كان الحكم ليه هيبه حقيقيه ما ينفعش لعيب يعترض على حكم وما ينفعش يبص له وما ينفعش يعني كان الحكم لدرجه ان انا قلت الكلام ده قبل كده كان حسين امام ده كان شهرته الامبراطور مرعب بينزل في ملعب ما ينفعش لعيب بس يبص له كده لو بص له انذار او طرد او كلام من ده فكان في حزم وشده وصرامه انا حكيت مره عن صاي كابتن صالح سليم في ماتش ليه كان الاهلي والاسماعيلي في الاسماعيليه وانت عارف جمهور الاسماعيليه بقى فضرب حد ضرب اعتقد كان يسري طربوش او ميو درويش خبطه ضربه كده شنكله فصالح سليم جري وراه المهم شاطه فالحكم شافه وهو بيشوط فجري له حسين امام بس صالح سليم ما ينفعش يطرد
وما ينفعش حد يحذره. ما ينفعش حكم يحذره. هنا عندنا بقى مشكلتين، الحكم امبراطور، عندنا المايسترو صلاح سليم. عندك مايسترو ده معبود معشوق الجماهير يعني. ايه اللي حصل بقى؟ ما ينفعش الحكم يحذره او ينزله والا الجمهور مش هيسيبه يعني. فيتصرف ازاي الحكم هنا بقى؟ يعني الحكم الذكي اتصرف ازاي؟ استخدم البادي لانجوج، فجري جري على 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 صالح سليم. عارف فاكر القصه دي؟ تيت 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 انا حكيتها اعتقد قبل. لا انا اعتقد انا سمعتها من حضرتك، فعايز اسمعها تاني. ركز فيها اكتر. فجري تيت 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 وقف اللعب، وصالح ضارب حد يعني برجله شنكله يعني، جري وراه ضربه وشلوه تقريبا. فتيت تيت الواقعه دي انا ما حضرتهاش، بس الكابتن صالح حكاها لي مره يعني، حكاها لي في سياق كان بيتكلم عن التحكيم، الفرق بين التحكيم دلوقتي والتحكيم زمان. فحكى لي هو بيقول لي انا فوجئت بيه تيت تيت تيت، راح وقفني، فانا قلت له الراجل ده جاي يعمل ايه حاجه كده يعني، هو ما شافش ان هو ضربني قبل كده الاول. فالمهم جري، الجمهور بقى بره شايف صالح سليم، شايف حسين امام يعني بشخصيته وبهيبته بيشاور كده، واقف قدام صالح سليم وبيعمل كده، واخد بالك؟ وصالح سليم واقف له، وبعدين بعد شويه بيعمل لك اعمل له كده مرتين ثلاثه، بعدين تي 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 تطرح جاري، راح ماشي اللعب يعني. فبيقول لي بعد الماتش كل الناس اللي قابلوني، هو حسين امام كان بيحذرك، كان هيطردك؟ قال لهم لا اطلاقا. امال كان بيقول لك ايه؟ قال لك بيقول لي كل الجمهور اللي هو جاي ده جاي عشان يسقف لصالح سليم، جاي عشان بيحب صالح سليم، كل الناس دي جايه عشان تتفرج على صالح سليم. فضحك بيقول لي يعني، ما قال لي كده وجري، فانا ضحكت. بس هو ايه، كلني في دوكه وخد عليا شو، ما عرفتش ده الا بعد ما خلص الماتش كان بيحكيها في صياغه. المهم عشان ما نخرجش بره القصه يعني، وتلك قصه اخرى يعني، لكن ما نخرجش بره الموضوع ده، اكمل لك حكايه 71 اهلي وزمالك 71 اللي سببت في ايقاف الدوري سنه كامله. بعد الماتش طبعا الدنيا اتقلبت امنيا وسياسيا، والبلد حضرتك قلت تحقيقات ونيابه تاني يوم نيابه واستدعي 4 لاعبين من الزمالك، كان منهم كابتن حماده امام وابراهيم الدسوقي اللي هو صاحب الواقع والديبه وانور سلام. مين اهلي اتنين زمالك؟ وتحفظوا على شريط الماتش، النيابه تحفظها على شريط عشان يتفرجوا على ضربه الجزاء. وده جاي في قرار نيابه يعني، ده اتكتب وكتبناه ايامها في يعني كده، انا فاكر اتكتب ده ايامها في متابعتنا يعني، كنت في الجمهوريه ايامها وكتبنا الكلام ده. والديبه اصله كان زميل لينا في الجمهوريه، كان ناقد رياضي في الجمهوريه، وكنت بقعد معاه كل يوم، كنا بنشوفه يعني كل يوم كل يومين، هو في اسكندريه، مقيم في اسكندريه بس موجود في القاهره بشكل دائم عشان التحكيم وكده، وكان بيجي بيحلل ماتشات. هو من اجمل الشخصيات وانزه الشخصيات اللي ممكن كان تشوفها في حياتك يعني، كابتن ديبا. فالمهم حصل تحقيقات نيابه، وتاني يوم ولمده يعني كذا يوم، لان كان في حصل يعني تكسير مرافق عامه ومرفق عام وكراسي وتحطيم وفي اصابات وكده. فقال كان مجلس اداره النادي الاهلي مجتمع، عمل اجتماع طارئ، جلسه طارئه لاصدار بيان. طبعا المجلس الاداره عايز يبرئ نفسه من اللي عمله، هتبقى الحكم اللي هيشيلها، الحكم مش هيشيلها مجلس الاداره، ودايما الحكم هو الشماعه يعني. لكن ده تنافى برضه مع مع نزاهه او مع مبادئ وقيم النادي الاهلي، لون قيم النادي الاهلي ومبادئ النادي الاهلي مع الحق ايا كان الحق، ولو الحق علينا يبقى احنا لابد ان احنا يعني نعترف بذلك. صالح سليم دخل الاجتماع وهم بيعدوا بيان شايطين في اتحاد الكوره وفي التحكيم وكلام من ده، وحامل مسؤوليه وهننسحب وهنعمل فالكابتن صالح دخل استاذن حضور الاجتماع باعتباره مدير الكوره، قال لهم بس قبل ما تاخدوا اي قرار يا جماعه، المفروض تسمعوا رايي او تسمعوا شهادتي او تعرفوا قراري انا. هو كان دايما يتمسك بصلاحياته كمدير كوره، يعني بمعنى ايه؟ بمعنى ان هو منفصل تماما عن الاداره، يعني هو عازل جهاز الكوره او الكوره عن الاداره. الاداره مجلس الاداره له في السياسات العامه يعني، يصدر قرارات او سياسات عامه بس ما يتدخلش
ودي ده النادي الاهلي من قبل صالح ومن زمان، ان التخصص يعني بيعظم قيمه التخصص. المدرب مدرب ويتحمل مسؤوليه وفي الاخر يحاسب، لكن ما ينفعش حد يخش يلغوص في شغل انما يتحاسب اخر الموسم، ما ينفعش بالقطعه. مدير الكوره ليه صلاحيات ما ينفعش حد يخترقها حتى لو كان رئيس النادي نفسه. وحصل محاولات ايام ما مسك الكوره في بداياته ان حد ممكن يخش يخترق او مش يخترق، يعتدي على صلاحياته واختصاصاته وهو يوقف له عند حد. وحصل يعني قصه كنت انا شاهد عليها، يعني احد اعضاء مجلس الاداره كان امين صندوق داخل الملعب في التمرين قبل التمرين ما يبدا، وكان لسه جديد ومعجب بنفسه وكده، ودخل يتصور مع اللعيبه، فلان ازيك يا فلان، وهو قاعد كابتن صالح قاعد، ومعاه كان كابتن عزت ابو الروس، وقاعدين جنب السور الحديد اللي انت عارفه ده، وهو دخل بقى كده فلان ازيك يا فلان وبتاع وعلى الخط. فهو ندى حنبله قال له الراجل ده يعني يطلع بره، يعني يقول له من فضلك يطلع بره ممنوع الدخول من هنا. قال له ده امين صندوق النادي، قال له ان شاء الله يكون رئيس النادي ممنوع حد يخش. فراح قال له يعني لو سمحت يعني ممنوع كده، قال له مين بيقول لك؟ كابتن صالح. فالمهم جه معاه وقال له يا كابتن انت ما بتعرفش ان انا، قال له لا عارف. قال له ده انا عضو مجلس اداره. قال له ده هناك في المكتب اللي جوه بتاع مجلس اداره، لكن حضرتك هنا شانك شان اي عضو عادي، ممنوع دي منطقه محرمه الا على جهاز الكوره واللعيبه، فمن فضلك بتاع. قال له انت كده بتحرج لي، قال له انت بتحرج نفسك. كان حنبله، كان حد اسمه حنبله يعني كان مشهور قوي. حنبله طبعا. طبعا. فهو قال له، قال له حنبله سب، قال له حنبله لو حد عدت بالبوابه دي بعد كده انت هترفد من هنا. هو الثاني جنب. فهنا اعمال الصلاحيات، هو نفسه صالح كان بيحترم صلاحيات الاخرين. يعني يحترم جدا اختصاص صلاحيات الاخرين. المهم يعني يعني هذه قصه اخرى، بس بقول لك صالح عمل ايه في الموقف ده. هو دخل مجلس اداره، يا جماعه انا بس لو سمحتوا قبل ما تاخدوا اي موقف او قرار يعني تراسوا شويه ودرسوا الموقف، ولو قرار بما يتعاد بما يعني بما يتسق مع اللي احنا تعرفنا عليه قيم النادي الاهلي هنا. احنا مع الحق مش مع ده او ضد ده. اللي غلطان احنا اللي غلطانين، الديبه اللي غلطان، مروان اللي غلط واللي تسبب في الكارثه دي كلها مروان، لانه اعترض على قرار حكم. قال له طب ايه رايك في قرار؟ قال له ماليش دعوه بقرار حكم، مش شغلتي. الحكم صح ولا غلط؟ قراره صح ولا غلط؟ انا وجهه نظري كان قرار الحكم مظبوط، بس حتى لو قراره غلط هو حكم، واحنا اتعلمنا هنا في المدرسه دي ان احنا نحترم قرارات الحكم. لو كل واحد اعترض على قرار الحكم يبقى لا في كوره ولا في رياضه ولا في مبادئ ولا في اخلاق. احنا لابد احنا كنادي اهلي هنعظم قيمه او احترام القانون واحترام اللوائح، وبالتالي احترام الحكم اللي هو رمز القانون واللوائح واللائحه وكده. فالمهم يعني اسقط في ايديهم يعني مجلس اداره كامل، يعني رئيس اعضاء مجلس اداره بيشوفوا مدير الكوره بيحمل نفسه، بيقول لك قال احنا بنتحمل مسؤوليه، يعني ما بنقولهمش انتوا كمجلس اداره، احنا بنتحمل مسؤوليه، وبالتالي انا خدت قراراتي. وكان قرار تاني الكابتن انور سلامه برضه، لان هو راح وشاور للجمهور انور سلامه ومروان. طبعا مروان اعتزل الكوره بعديها، بطل كرة ده يعني ده ماتش تسبب في اعتزال واحد من اعظم حراس الاهلي في تاريخه. الحراس العظماء يعني قليلين كده، هتحسب يعني مصطفى كامل، منصور، عبد الجليل حميده، عادل هيكل، وتطالع كده. فده كان واحد من المهمين جدا، لكن هو اعتزل لان حصل عليه بعد الماتش ده حصل عليه هجوم شديد جدا من الجرايد وكده، نحملوه المسؤوليه. وهو كان بيشتغل في الجامعه العربيه، وحصل ان هو سافر قعد مده كبيره في لبنان، ولما رجع السادات كان يعرفه، والسادات قبل السادات يعني السادات قال له ارجع والعب وكده، قال له انا خلاص بطلت كوره اعتزلت كوره. فده ماتش اتسبب في اعتزال ده، وتقريبا تقريبا يعني اعتزال الديبه. الديبه ما قدرش يحكم بعديها، لان حصل مثلا ما كانش بيحكم ماتشات للاهلي، وبالتالي مش ما ينفعش. وبعديها تفرغ للنقد الرياضي. المهم ده ادي جانب من جوانب او من
يعني تداعيات او انعكاسات ماتشات الماتش مهم جدا في تاريخ الاهلي والزمالك. طبعا حصل حاجات كده في تاريخ الاهلي والزمالك، بقى هتبص تلاقي فيه يعني في مثلا سنه 96 حصل الاهلي كان متقدم على الزمالك بجون جابه فيليكس، يمكن انت فاكر الحكايه دي، وبعدين حسام حسن جاب الجون الثاني. كان حكم انا كان معايا امبارح فيليكس على التليفون. ايه كان معايا امبارح فيليكس عارف قال لي فيليكس انا هجيب لحضرتك نحاول انا نجيب جزء في الحوار، لكن قلت له افضل اللحظات بالنسبه لك وافضل الهدف، قال لي هدف في نادر السيد، قال لي كل ما بشوفه اقول له فاكر الهدف اللي انا جبته فيك، كل ما اشوفه افضل اقول له على الهدف ده، افضل اقول على الهدف ده. فهو واحد من اللعيبه او اللقاءات اللي انا كنت يعني فاكرها كويس قوي يعني شريط الماتش فيليكس كابتن حسام حسن، هدف اول هدف تاني والمباراه وقفت بعديها وصح صح كده حضرتك بالظبط. هو جاب حسام حسن جاب الجون الثاني، فالزمالك اعترض قال لك اوفسايد، كان الحكم ادري ابو عظيم فمرضيش يكمله، فالحكم استناهم ربع ساعه وصفر الاهلي كسبان واعتمد النتيجه 2-0 فعلا. وحصل برضه 99 كان برضه حصل مشكله، انا في واحده كنت في الاستاد الزمالك انسحب بعديها كابتن ايمن عبد العزيز وكابتن ابراهيم حسن. ابراهيم حسن شفت عليك انا كنت صغير وتاخد معايا بابا هو ده ماتش الاهلي والزمالك. هو بقول لك عليه ده ده برضه انسحب فيه الزمالك لان ايمن عبد العزيز دخل دشم جامد قوي في كابتن ابراهيم حسن. والحكم كمان ما كانش مصري يعني لسوء حظه كابتن يعني. فاروق جعفر كان هو المدرب لنادي الزمالك كابتن فاروق جعفر هو المدرب بالظبط صحيح بالظبط صحيح. فكابتن فاروق جعفر سحب الفرقه وفضل الحكم برضو قاعد حوالي ربع ساعه في الملعب وفقا للقانون، كان حكم فرنسي كان اسمه حاجه باتا كده يعني. فاكر الكابتن الكرامي خرج من اوضه اللبس عمل كده الجمهور الاهلي قال لهم خلاص الماتش انتهى. ايوه بالظبط والحكم نهى المباراه والجمهور الاهلي احتفل. فالجمهور الاهلي احتفى فعلا، ده برضه الماتشات اللي حصل اللي فيها مشاكل، لكن طبعا هيفضل على مر التاريخ ماتش 71 ده الاهم. ده الاهم ليه؟ لان هو يعني اصداه او اثاره او تداعياته يعني كانت كبيره جدا في المجتمع المصري، يكفي ان هو تسبب في ايقاف الكوره، الحرب مره والضرب الجزاء مروان دي مره ثانيه، يعني زي الحرب يعني، فوقفت الكوره سنه كامله. لكن هتلاقي بقى طبعا على مدار تاريخ ماتش الاهلي والزمالك كان زمان تبص تلاقي يعني انا فاكر في الماتشات دي في الستينات وكده وقبل الستينات كان نجوم المجتمع كله في ماتش الاهلي والزمالك، يعني كان بيجمع نخبه شفنا الصور يعني شويه صور لو رجعت الصور زمان او افلام الافلام التسجيليه زمان كان زمان في السينمات قبل يعني قبل ما يعني في الافلام الجديده قبل ما يعرض الفيلم كان في حاجه كده الجريده الرسميه او حاجه زي كده في اطاله افلام تسجيليه احداث الاسبوع او الاحداث اللي حصلت فيجيب لك ماتشات الاهلي والزمالك وتلاقي بقى في المقصوره نجوم بقى المجتمع عمر الشريف حتى ماتشات الاهلي احمد رمزي رشدي اباظه احمد رمزي ام كلثوم كانت تكون موجوده كنا بنشوف صورها احيانا طبعا هتلاقي مثلا رموز سياسيه زي فؤاد باشا سراج الدين هتبص تلاقي كتاب كبار صحفيين عمالقه كبار زي مصطفى امين وعلي امين وفكري باشا اباظه وتبص تلاقي ايه في كده نخبه وهتلاقي في ناس فيهم او معظمهم لابس يعني لابس فورمال يعني هم كلهم بيروحوا فورمال الرجال بتروح بالدروسكو بتاعها البدله والسيدات بتروح بالفساتين او اللبس الخاص بالسهرات والمناسبات فاللي بيدرس تاريخ المجتمع المصري ده هيبص هيلاقي لو شفت حفلات ام كلثوم هتلاقي المشهد ده المشهد الجميل ده صح منتهى الاناقه سيدات ورجال مجتمع قاعدين في منتهى الاناقه وكده ماتشات الكوره هتلاقي المقصوره هتلاقي كان في استاد التتش او في الزمالك في ملعب الزمالك او كده اللي هو الحاجات الرئيسيه في مثلا في استاد القاهره هتلاقي برضه الرموز دي مش بتوع كوره بس لا هتلاقي ممكن تلاقي سياسه وفن تلاقي فريد الاطرش مره هتلاقي مش عارف مين هتلاقي يعني الحاجات دي كلها كل ده بيتجمع في ماتشات الاهلي والزمالك ده زي حفلات ام كلثوم هتلاقي برضه في تاريخ اللقاءات القمه الاهلي والزمالك هتلاقي بقى بالنسبه للاهلي هتلاقي اسماء لمعت جدا في ماتشات القمه صنعت اسماء وفي نفس الوقت ماتشات القمه
يعني كتب الشهاده لنجوم وشهاده وفاه لنجوم اخرين يعني او نهايه نجوم اخرين. طبعا كانت نهايه يعني من ضمن النهايات يعني الماساويه كان نهايه حارس مرمى عظيم هو مروان يعني اللي قلنا عليه. لكن شهدت مثلا اعظم يعني اللي جابوا هاتريك في تاريخ الاهلي والزمالك ثلاثه، مختار التتش وعبد الكريم صقر وتوتو والثلاثه اهلي، بس عبد الكريم صقر لعب اهلي وزمالك. عبد الكريم صقر مسجل 19 هدف، 10 لما كان بيلعب في الاهلي، 9 بيلعب في الزمالك. لكن اللاعب الوحيد اللي خرق اللي سجل سوبر هاتريك طبعا احنا عارفينه خالد بيبو في الماتش 6-1. واخد بالك ده برضه خالد بيبو بقى لو بيلعب في اي نادي تاني غير النادي الاهلي. واخد بالك لو بيلعب في النادي الاصلي او في اي نادي اخر وبيلعب ضد الزمالك السحاله كان يسجل 4 اهداف يعني. لكن ده النادي الاهلي اللي هو مصنع النجوم يعني صانع النجوم، ودي القمه اللي بتصنع النجوم. فما كانش كده بس، لا كان مثلا رفعت بناجيلي ليه 6 اهداف، كابتن طه اسماعيل برضه ليه اهداف كثيره، دي من اللي عملت نجوميتهم. رفعت بناجيلي مثلا مره تراهن مع بعض الزملكاويه ان هو هيجيب جون على شمال الدو، وجاب جون على شمال الدو وكسب الرهان. يعني ده واحد كان من النجوم. طبعا صالح سليم كان من نجوم الماتشات الاهلي والزمالك، جاب اهداف برضه كثيره. وطبعا ابو تريكا، يعني ابو تريكا خش ثالث جاب 13 جون في كل ماتشات الاهلي والزمالك. ابو تريكا مع مختار التتش 13 هدف، الاول 19 هو عبد الكريم صقر، في بينهم مصطفى كامل طه ده لعب في الاهلي والزمالك ده جاب 17 هدف. يعني دي اسماء مهمه جدا. وطبعا في حسام حسن جايب 4 في الاهلي يعني في الدوري العام، 5 لما كان بيلعب في الاهلي، 4 بيلعب في الزمالك. فيعني في قصص وروايات، ده جزء من تاريخ لقاءات القمه وروايات كثيره يعني. ده حضرتك يعني شويه هتاف كده بنعرضها للساده المشاهدين من اهداف مباريات القمه الشهيره. يعني للاسف اكيد مباراه القمه يعني للاسف هتكون بكره بدون جمهور، لكن يعني نتوسم ونتعشم خير في الدوله المصريه ان شاء الله بالجهود اللي عاملاها في بطوله افريقيا ان احنا نرجع بلقاء السوبر اللي ممكن يكون بين الاهلي وبين نادي الزمالك، ان يكون القمه ان شاء الله يا استاذ سعيد بعد كده بالجمهور، علشان قمه الاهلي والزمالك اكيد بتكون مهمه. تعالى بقى كده نروح ل يعني نروح لتقرير علشان خاطر نشوف الناس بتقول ايه وتتكلم ازاي عن مباراه الاهلي والزمالك، ونرجع نكمل مع حضراتكم مع الاستاذ سعيد وهبه. اهلا بحضراتكم جديد، ولسه مكملين معاكم مع الاستاذ سعيد وهبه، هنتكلم ونساله لبطوله الدوري العام المصري الموسم الحالي وللاهلي توج بيها، ليه الاصعب على مدار تاريخه؟ ليه يا استاذ سعيد؟ هي الاصعب طبعا لان الاهلي واجه فيها يعني كان ما كانش البطوله في الملعب بس، الاهلي واجه مؤامرات على فرق، مش على فريق واحد، فرق على كافة الجبهات. يعني على كل الجبهات في يعني في تآمر ضده. واللي بيتآمروا ضده هم أصحاب الحل والربط. الحل والربط يعني إيه؟ يعني اتحاد الكورة اللي في إيده القرارات، اللي المفروض هو الجهة العادلة، اللي بيرسي العدالة. فلما حينما تغيب العدالة من الجهة المنوطة بإرساء بتحقيق تكريس العدالة، فلا تسألن عن رياضة إطلاقا. مش كده بس، المصيبة الأكبر الاتحاد الأفريقي نفس الشيء. كان في تآمر ضد النادي الأهلي، أو في أندية أفريقية استغلت نفوذها القوي جدا جوه الاتحاد الأفريقي ضد النادي الأهلي. وطبعا تفاكر اللي حصل في الماتشات بتاعت الترجي واللي حصل والوداد واللي حصل في الطوبه اللي اتضربها هشام محمد ولا حياتها لو انتوا نادي. وبعدين عقوبات تيجي على النادي الاهلي
وشفنا هم لا هو الاول كان الترجي يلعب مباراتين بدون جمهور وبعد كده العقوبه اتشالت من عليه وبعد كده وايقاف وليد ازار بسبب القصص قصه التيشيرت وزي قصه التيشيرت والكلام يعني انت لا كان في معايير مزدوجه بس كان في ده كان علامه لوجود كوربشن في الاتحاد الافريقي مؤكد لان في ناس عندها باور عندها نفوذ قوي جدا هم اللي بيمشوا الاتحاد الافريقي وفقا يعني المصالح مصالح انديه للاهواء الشخصيه والحقيقه هم معذورين يعني اتحاد الكره التونسي قوي جدا في الاتحاد الافريقي اتحاد الكره المغربي قوي جدا وبالتالي مهمته الاساسيه ان هو يدافع عن انديته تونس والمغرب النادي ما هواش منوط او ما عندوش سلطه ان هو يخاطب الاتحاد الافريقي اي نادي لكن اللي بيخاطب الاتحاد الاهلي يعني الاتحاد هو اللي اتكلم باسم النادي الاتحاد بتاعنا واقف متفرج زيه زينا يعني على بيحصل النادي الاهلي في كل الحالات يعني ظلم تحكيمي الموضوع الطوبه يعني اشياء كثيره جدا واقف متفرج لكن احنا شفنا كيف وقف الاتحاد المغربي وقفت يعني اسود وخلوا الاتحاد الافريقي يتراجع عن حكايه الدوري راح للترجي وقال لك لا هيعاد النظر ماتش خلص وانتهى والكاس سلم اكبر ان في ماتش تاني اعاده وزي الاتحاد التونسي برضه بيجبر الاتحاد الافريقي ان هو انصاع لارادته لان في ناس اقوياء وبتدافع عن انديتها وبتدافع عن ناديك يعني بتدافع عن مصالح بلدك لان النادي ده لما نادي الترجي يمثل افريقيا في بطوله العالم ده فخر ومكسب للكره التونسيه طبعا ولدوله تونس وده ايمج كبير جدا صح انا مش عايز اقول الاهلي يعني لو الزمالك حصل برضه ده ايمج كبير جدا طبعا للكره المصريه ليه بقى عند النادي الاهلي يعني ما هوش ايمج يبقى الاهلي لا دول ناس بيمثلوا نفسهم ايه ده ايه اللي بيحصل مع اكبر مؤسسه رياضيه في الشرق الاوسط مع اكبر قلعه رياضيه لذلك عفوا لا ولا يهم حضرتك لذلك اللي حصل انت بتسالني ليه الموسم ده الاصعب؟ لا لم تكن كره قدم يعني الاهلي دايما عودنا او متعود او من ضمن قيمه الكبيره يعني ان دايما اسيب غيري يتكلم وانا ارد في الملعب تمام واحنا اتعلمنا كده حتى المدربين بتوعنا كان يقول لك ايه حد ضربك ما تضربوش العب اللي يلعب ما يضربش واللي يضرب مش ما يلعبش رد باللعب فالاهلي واخد الخط ده من زمان من ضمن قيمه ان هو يرد في الملعب لكن الاهلي واجه مؤامرات تحتيه وواجه يعني واجه اشياء غريبة جدا الإعلام ضدك وعلني وبشكل سافر وتبص تلاقي في برقيات مش برقيات فاكس أو بتاع أو إيميل طالع من هنا بيتهم النادي الأهلي بيرش الحكام وطالع من هنا والناس ساكتة فين يعني فين مباحث الإنترنت وفين بتاع يعني مسألة غريبة جدا لا يمكن تحصل في تونس مع الترجي أو تحصل لا أنت شايف مناخ كان معادي بشكل بشع وبعدين حق الاهلي اتحط في دوامه اتحاد الكره ما يجيلكش ماتشات تلعب ثلاث ماتشات كل اسبوع وانت عارف ان النادي بتاعك اللي بيمثلك الوحيد في افريقيا عنده ماتشات فانت تحط له ماتشات في السكه وتحط له العصايه في العجله عشان يتعثر طب لمصلحه مين؟ ولحساب مين؟ ان لمصلحه الكره المصريه لمصلحه مصر القدر تكفل بالرد أو برد اعتبار الأهلي أو تكفل بعقاب من أعاقوا النادي الأهلي ودينا شفنا النتائج كوربشن في الاتحاد الأفريقي رئيس الاتحاد الأفريقي تحت الرقابة دلوقتي رقابة الفيفا عشان في كوربشن زي ما أنت سمعت وسمعنا كلنا اتحقق معاه في فرنسا ومش هيستمر يعني أنا أكد لك أنه مش لا استحالة يستمر هو مؤقت. الاتحاد المصري دي شفنا عملوا ايه في الكره المصريه؟ القدر رد يعني القدر يتكفل برد اعتبار النادي الاهلي، مش برد اعتبار النادي الاهلي، يعني تكفل بانهم يعني عاقبهم على سوء الاداره. وشفنا نتائج سوء الاداره في
الامم الافريقيه بهدله ليه؟ لان هم يعني ما فيش نوايا خالصه، ما فيش نيات مخلصه، او ما فيش عمل مخلص. الكره تحارب اهم يعني تحارب اكبر نادي، النادي اللي بيمثلك الوحيد في افريقيا، يعني بقى مره تتحاربه لمصلحه مين تحاربه؟ ما هو يعني من اعمالكم صلت عليكم زي ما بيقولوا يعني. فانت النادي يعني اللي حصل للمنتخب ده كارثه كبيره جدا. انت تخرج تنظم بطوله على اعظم ما يكون، على فكره في مستوى المونديال اللي اتعمل في مصر من اجمل ما يكون، من اعظم ما يكون، ودعايه مهمه جدا على المستوى الدولي، والدوله كل مؤسسات الدوله ساهمت في نجاح البطوله دي، مش اتحاد الكوره على فكره، لا مؤسسات الدوله. تيجي انت المنتخب بتاعك مصر العريقه، المؤسسه الاتحاد الافريقي، مؤسسه الرياضه في افريقيا، واقدم دوله انضمت للجنه الاولمبيه الدوليه، واقدم دوله في التاريخ، واقدم حضاره في التاريخ، اطلع من دور ال 16، ايه ده؟ فده طبعا دي النوايا، يعني دي النوايا. الاهلي بقى واجه بقى قص على ذلك، يعني اصابات طبعا، لانه بيلعب 3 ماتشات في اسبوع، وصلت الاصابات يمكن ل 18 و20 واحد. اللي حصل ده بطوله كبرى، دي اعظم بطوله في تاريخ النادي الاهلي، اعظم دوري، يعني اغلى دوري، اغلى دوري، لان تضحياته كانت كبيره جدا. وانا يعني كنت معجب باداء اداره الاهلي الحقيقه، تصرف بهدوء وضبط اعصاب، مفيش كلام كتير، الشغل كان اكتر من الكلام، والرد في الملعب، وبعدين في ضبط نفس امام استفزازات غير عاديه، لكن اتعاملوا بمنطق يعني الفسان، ضبط نفس، الرد في الملعب، هنركز في البطوله وهو ما كان، يعني خل يعني السماء تكفلت ب يعني بحفظ حدود الدنيا للنادي الاهلي، او بعمل التوازن المطلوب في حكايه ما تعرض له النادي الاهلي من حروب شديده جدا، لذلك فهي اهم بطوله الحقيقه في تاريخ. طيب الوقت عشان بيجري معانا بسرعه جدا، وحضرتك كان معانا شويه ارقام تاريخيه عن هداف النادي الاهلي بشكل عام في بطولات الدوري، كنا بنتكلم فيها في الفاصل، لكن حابب ان احنا نتكلم فيها ونوضح للساده المشاهدين هدافي النادي الاهلي على مر التاريخ، ومش بس النسبه، حضرتك هتقول الماتشات ونسب الاهداف والنسبه الفعليه في التهديف كام في المية في اللقاءات دي كلها. انا هقول لك مفاجآت غريبة جدا. يعني دايما بيحسبوا الهداف او قيمة الهدافين دول يحسب عدد الماتشات اللي لعبها وعدد الاهداف اللي سجلها ويطلع نسبة. يعني نسبة تهديفية قد ايه؟ يعني بيهدف كل ماتش، كل كام ماتش بيجيب جول، او كل ماتش بيجيب يعني ممكن يجيب ماتش كل جولين ماتش، كل ماتشين هدف، كل 3 ماتشات هدف. فالاحصائيه اللي قدامي احصائيه غريبه جدا. اولا يعني في ناس كتير قوي بتقارن بين الخطيب وحسام حسن، وحصل كتير قوي على مدى السنين اللي فاتوا، يعني فهتلاقي الاحصائيه بتقول لك ان الخطيب لعب 176 ماتش، واخد بالك، وسجل 157 هدف. 157 هدف في 176 مباراه كويس في الدوري. المعدل التهديف للخطيب 89%، يعني قول 90%، يعني كل 10 ماتشات يجيب جوان في 9 ماتشات، والماتش ما يجيبش، يجيب جون في 9 ماتشات والماتش ما يجيبش. الكابتن حسام حسن لعب 251 مباراه، سجل 142 هدف. المعدل التهديفي كام؟ المعدل التهديفي 57%. الناس اللي كانوا بيقولوا في ارقام، لا من الارقام، يعني دي الارقام الحقيقيه الدقيقه، طبعا مش كل هدف زي هدف، سواء كابتن حسام او غير كابتن حسام. كابتن حسام ليه انجازات كبيره وعظيمه جدا طبعا في الدوري في افريقيا وكده، لكن انت اهداف بعض او كثير من اهداف الخطيب اهداف لا تنسى، لا تنسى. انا قلت الكلام ده قبل كده، الاهداف، الهدف اللي لا ينسى، اللي ما يسجلوش الا هو، الذاكره الجماعيه ما تنساهوش ابدا. هتلاقي مثلا
في حكايه المعدلات التهديفيه دي هتلاقي فيه اعلى من الخطير كمان. مين؟ طه اسماعيل. شيخ طه كابتن طه اسماعيل، رغم انه لعب قليل جدا يعني 63 ماتش مسجل 78 هدف. هو الكابتن طه في دوره طوكيو الاولمبيه سنه 64 اصيب اصابه جامده جدا بكسر في رجله، وده اثرت عليه كتير بعد كده. فلعب 63 ماتش سجل 78 هدف بمعدل تهديفي 123%، يعني كل ماتش يجيب اكتر من جول. هتلاقي برضو في زي اللي بعديه على طول هتلاقي توتو 112%، لعب 81 ماتش جاب 91 جول. هتلاقي كمان صالح سليم لعب 81 ماتش جاب 95 جول. لا، حتى صالح سليم اعلى من توتو، جاب 95 يوم جول في 91 ماتش. صالح سليم كمان يعني ايه، دي نسبه عاليه جدا جدا لو عرفنا ان صالح سليم ما كانش سترايكر مباشر، يعني كان سنتر فورورد متاخر، وكونه يجيب 95 جول في 81 مباراه فده معدل تهديفي طبعا عالي جدا. لكن هنحط في الاعتبار ان واحد زي الخطيب ده كان اصاباته كتير، ليه؟ كان مستهدف دايما. هو مره حكى لي انه مره بيسنتر بس الكوره، بيسنتر في وسط الملعب، مجرد ما الكوره اتحركت اصيب شالوه لاسباب يعني كان جات له فتره كده اصابات في كل ماتشات في ماتشات ورا بعض، ان كان يعني بيحصل له اصابات كتيره مش عارف سببها ايه. فمن ضمنها مثلا دي يعني من ضمن النسبه دي ماتشات كتير جدا لعب فيها، ممكن يلعب 10 دقايق ويصاب، يلعب نص ساعه ويصاب، او يجي يرجع بعد اصابه ويلعب مثلا ثلث ساعه، يلعب ربع ساعه، زي الماتش بتاع نهائي كاس مصر سنه 78، وده الماتشات التاريخيه برضو الاهلي والزمالك، اللي الزمالك كان متقدم فيه في الشوط الاولاني 2-1، والخطيب كان مصاب هو وطاهر ابو زيد، طاهر الشيخ احنا اذا كنا فاكرين، مصابين الاثنين، كانوا راجعين من اصابه ومش جاهزين. مصطفى عبده جاب جون في الشوط الاولاني، رد طه بصري جاب جون، وعلي خليل جاب جون، انتهى 2-1 الشوط الاولاني. الشوط الثاني كله خلاص الماتش بيموت، و2-1 الخطيب قال لي هدوكوتي هنزل. عارف مين قال لي امبارح القصه دي؟ كابتن فتحي النصير كان معايا امبارح فقال لي والله، قال لي لا هدوكوتي بيقول لي خطيب وطاهر، قال له مصابين بالظبط. انا ما بس دي قصه معروفه، هو امبارح بس حكى طبعا بطريقه، قال له نعم بالظبط، ازاي يجيبه وازاي طاهر، قال له الاثنين، ونزلوا قلبوا الماتش خالص. نزلوا قلبوا الماتش، جابوا ده جاب جون، جابوا جونين، وبعدين ختمها جمال عبد الحميد جاب الجون الرابع. طيب عشان الوقت يعني خلاص، انا عايز اعرف بكره بقى راي حضرتك في المباراه، بكره هتبقى بشكل عام راي حضرتك فيها ايه؟ فنيا معنويا، هل فعلا نتفق على انها قمه معنويه، ولا تبقى القمه الخاصه بين الاهلي والزمالك لا مرتبطه ببطوله ولا مرتبطه باحداث، تبقى مباراه قمه بين الاهلي والزمالك؟ لا تبقى طبعا، يعني هي بالنسبه للزمالك قمه معنويه، يعني عايزين فوز معنوي يعني الزمالك، الزمالك الحقيقه كان طبعا الاهلي عايز فوز معنوي عشان يفرح جماهيره. الزمالك كان في بدايه يعني في بدايه الموسم يعني او في القسم الاول يعني او في السيزون في النص الاولاني من الدوري كان متقدم جدا، وكان قدم عروض قويه جدا يعني كان في حاله هايله، وبالتالي هو عنده ديبريشن دلوقتي، يعني الجمهور بتاعه عنده احباط يعني. فهو عايز بطوله معنويه، هو محتاج بطوله معنويه. الاهلي مش محتاج بطوله معنويه الحقيقه، يعني الاهلي محتاج ياكد ان هو يعني ان انتصاره ده اللي انتزعه في مناخ معادي وشديد العداء ليه وتآمر وكلام من ده، لا بياكد ان انا موجود. انا رايي يعني الماتشات دي نفسيا هي مباراه نفسيه، يعني الماتش نفسي اللي اجهز نفسيا او اللي مهيئ نفسيا بيبقى فرصه اعلى. انا اعتقد ان فرص الاهلي اعلى من الزمالك بكره 60-40، يعني ممكن تكون ممكن تكون 55 ل 45، يعني نتكلم النسبه قريبه من بعض، قريبه
لا الزمالك خلي بالك يعني الزمالك عايز يرد اعتباره فده حافز قوي جدا. في نفس الوقت الاهلي مطالب نفسه يعني الاعداد النفسي هنا مهم جدا، ان احنا ننسى ان احنا خدنا الدوري، بس دي بطوله مستقله اللي بيفوز بيها بيفوز ب يعني بشعبيه معنويه عاليه جدا يعني بانتصار معنوي كبير جدا، وبيأكد يعني الاهلي عايز ياكد جدارته بزعامه الكره المصريه يعني عايز جدارته للفوز ببطوله الدوري يعني. الزمالك عايز ياكد ان هو يعني كان جدير بالدوري في وقت من الاوقات وان ما حصلش ان هو خد الدوري، وبالتالي هو هذه قيمه او جمال مباريات القمه. انا اتمنى على المستوى الشخصي ان احنا نشوف ماتش بديع او ماتش جميل وماتش يعني ماتش يقام في ظل او في اطار روح رياضيه، وده اللي احنا محتاجينه. الرياضه محتاجه دلوقتي او الكوره محتاجه دلوقتي ان احنا نكرس دي، اللي هيبان بروح رياضيه اعلى اعتقد هو هيكون بطل المباراه. استاذ سعيد بشكرك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معايا، استمتعت جدا بالحوار معاك، وكل التوفيق لحضرتك وللنادي الاهلي بكره في القمه رقم 18. اشكرك جدا، متشكر جدا للصوره. شكرا. سلام حضراتكم لنهايه الفقره الحواريه الثالثه مع الاستاذ سعيد وهبة. نشوفكم ان شاء الله بكره في يوم ممتع على قناه النادي الاهلي. بفكر حضراتكم من الساعه 4 هنبدا فقرتنا مع امير هشام وكلام في الميديا، وبدايه من الساعه 5 ان شاء الله استوديوهين، واحد في قناه الاهلي واحد في ملعب مختار التتش، كابتن اسلام الشاطر والنجوم كابتن بلال وكابتن اسامه حسني والكابتن محمد صدقي، وان شاء الله يكون معايا في ملعب مختار التتش الكابتن شريف عبد المنعم والكابتن محمد حشيش. نشوفكم بكره على 1000 مليون خير. تصبحوا على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.